باشمهندس أيمن، حضرتك سامعاني؟ أنا المهندس كريم محسن الانستراكتور. تمام يا باشمهندس، سامع حضرتك. تمام. مهندس أحمد، حضرتك سامعني؟ ايوه حضرتك سامعني كده؟ آه تمام. مهندس مصطفى، حضرتك سامعني؟ مهندس مصطفى، حضرتك سامعني؟ أهلا وسهلا، أيوة السلام عليكم، عليكم سامعك يا السلام. باشمهندس. تمام. يعلق علي ويقول لي ايه يا عم الكلام اللي انت بتقوله ده؟ الكورس اللي احنا هنتكلم فيه او شوية المواضيع اللي احنا هندردش فيها مش الغرض منها انها حضرتك يعني تاخد او حضرتك يعني تاخدي كبسولة كده او حباية دواء فتبقى حضرتك يعني مهندس عقود ما حصلتش. مش ده اللي هيحصل، او ان انا هجاوب على اسئلة حضرتك او حضرتك كلها. بالعكس، انا يمكن هطرح اسئلة او هطرح مواضيع نفكر فيها اكتر ما هطرح اجابات. ودي طبيعة شغلانة العقود، يعني ان احنا ما عندناش نمط محدد للتفكير وما عندناش يعني مسار واحد في التفكير. احنا عندنا ادوات بنستخدمها، وكل ما بنبقى شطار اكتر بنعرف نستخدم الادوات دي اكتر. الهدف من الكورس بتاعنا ان احنا نقدر ندير العقد او نقدر نفكر بشكل جيد في ادارة العقد في الثلاث مراحل بتوع المشروع: البري كونتراكت او البري سيجنتشر او البري اوورد، مرحله التندر او النيجوشيشن، وفي مرحله الكونتراكت ادمنستريشن، مرحله تنفيذ العقد نفسها او الكونتراكت اكسكيوشن، وفي اخر مرحله اللي هي مرحله الكلوز اوت، مشروعه بيخلص وبنقفل المشروع هنعمل ايه. واحنا شغالين بنتكلم هنتكلم برضو لو انا مقاول هحب اتصرف ازاي، ولو انا استشاري او مالك هحب اتصرف ازاي، لأن هو الموضوع مش اسطمبة واحدة. يعني المقاول بيبص من وجهة نظر عكس ممكن اللي بيبص بيها الاستشاري أو المقاول أو المالك. تالت حاجة هي استخدام اللغة، يعني إحنا نبقى فاميليار مع شكل العقود، لأن إحنا السيشن اللي إحنا فيها دي هنتكلم من السلايد بخصوص الكونتراكتس. ابتداء من السيشن اللي جاية هنفتح الفيديك 99 ونقعد نقرا فيه، يعني هنقرا الكلام البايخ اللي دمه تقيل بتاع العقود المجعلص اللي هو بنقرا نص صفحه وبعدين عينينا تزغلل. التارجت بتاع الكورس بتاعنا ده ان احنا عينينا تاخد على الكلام ده ونعرف سكتنا وسط العقد، نعرف نمشي ازاي وسط العقد ما انتهش. قدامي عقد 100 صفحه ولا 150 صفحه والمفروض ان انا اطلع معلومه بسرعه، ازاي هعرف طريقي جوه العقد؟ هي ايه المستندات المكونه للعقد؟ وهنتكلم في شوية نيجوشيشن تكنيكس ونيجوشيشن سكيلز، ويعني الحاجات اللي هي بتاعت من أين تؤكل الكتف. الميزة في شغلانة العقود هي نفس عيب شغلانة العقود، هي الميزة في شغلانة العقود إن الواحد بيبقى كونكتد بكل الأقسام اللي شغالة في المشروع أو شغالة في الشركة، لأن العقد بينظم العلاقة بين الطرفين بتوع العقد في كل حاجة، الأمور المالية والتعاقدية والتنفيذية
الكوميرشال والتكنيكال كل حاجة. فأنا لازم يكون عندي الحد الأدنى من الفهم أو المعرفة أو طريقة التعامل مع زمايلي أو الكاونتر بارتس في كل الأمور دي. عيبها إن هو علشان أبقى شاطر في شغلانة العقود لازم دايماً أبقى معلم، يعني ما ينفعش كلامي ما يبقاش له ريفرنس مثلاً، ما ينفعش كلامي يكون واخد شكل عاطفي، مبسوط، زعلان، رأيي الشخصي بيبقى محدود قوي، لازم الكلام يكون له سند، يا إما من عقد، يا إما من قانون، يا إما من ورق معين. وده اللي بيفرق الجماعة اللي بيفهموا في العقود عن بقية الناس، إن كل الناس ممكن تخش ميتنج تلاقي الناس كلها بتتكلم وعمالة بتزعق وبتاع ومعرفش إيه، لكن الراجل بتاع العقود ده بيقول يا جماعة البند الفلاني الفقرة الفلانية بتقول كذا، وخلص الموضوع محدش بيتكلم تاني. العقود لو الواحد فكر فيها بشكل مختلف عن الشكل النمطي اللي احنا عارفينه، يعني مهندس عقود وبيكتب جوابات وبتاع، هتلاقي حضراتكم ان احنا كلنا شغالين في العقود، يعني مدير المشروع، مدير التنفيذ، مدير المكتب الفني، مهندس الحصر، مهندس البلاننج، الانسبكتور اللي واقف في الموقع، السايت انجينير، الناس دي كلها شغالة في العقود بس هي مش واخدة بالها. ففهم العقد موضوع مهم جدا. من الحاجات يعني اللي دمها خفيف اللي الواحد بيشوفها ساعات، ان ممكن انزل مشروع، انزل موقع، اسال مدير المشروع او اسال الاستشاري او المالك، يا جماعه هو فين العقد؟ مفيش نسخه عقد اصلا في المشروع. طب انتوا شغالين ازاي؟ باللي نعرفه، يعني احنا متعودين نعمل كده فبنعمله يعني. ممكن الموضوع ده يمشي والمشروع يبتدي ويخلص والدنيا تمام وكل حاجه، لكن لا قدر الله لو حصل نزاع او حصل مشكله او رحنا اربيتريشن، فدي وصفه فشل يعني، وصفه كارثه. لو حضرتك او حضرتك عندك خطه ان انتوا تترقوا في المكان اللي انتوا فيه او تطلعوا تبقوا في الاكزيكتيف ليفل، فده هيحتاج ان المانجمنت، توب مانجمنت او الاونرز يسمعوا منكم النصيحه. يعني لما يجي يطلب من حضرتك نصيحه تنصحه نتحرك ازاي، فلازم حضرتك أو حضرتك تقدموا النصيحة بناء على سند أو ريفرنس. ما ينفعش إن أنت تقول له كلام مكتوب في الورق لما يسمع منك يقول إحنا نحقق الكلام ده إزاي، وما ينفعش برضه لأن الراجل عنده بيزنس نيد لازم يكسب، يعني في حسبة مكسب وخسارة جنب الكلام اللي مكتوب في العقود. وما ينفعش برضه حضرتك تتكلم الكلام اللي هو مش بروفيشنال، يعني بيعبر عن رأيك الشخصي أو تجربتك الشخصية اللي هي ممكن تكون محدودة. العقود بتساعدك ان انت توسع الفهم يعني. اخر حاجة احنا هنتدرب مع بعض وهنكتب بايدينا اذا امكن يعني بعض الجوابات وبعض الايميلز، بحيث ان احنا الكورسبوندنسز بتاعتنا او المراسلات بتاعتنا تكون مميزة عن بقية الناس. لما نبعت ايميل او نبعت جواب الناس تمسك الجواب وتقول هو مين اللي كتب الجواب دون. بالاضافه ان في جوابات ما ينفعش نتنازل عنها زي النوتسز، الاخطارات، الجوابات اللي بنبني عليها الكليمز بتاعتنا بعد كده. في مشكله لو احنا ما عملناهاش يعني، لان بتخسر حق الشركه بتاعتك. بالمناسبه لو سمحت وانا بتكلم لو حد عنده سؤال يوقفني ويسال، يعني يقول لي انا عندي مشكله في اللي انت بتقوله او انا مش فاهم اللي انت بتقوله ونوضحها ساعتها. ولو حد عنده تجربة معينة في شغله اللي هو بيشتغل وتتعارض مع الكلام اللي بقوله يقول لي احنا مثلا عندنا مشروع وموقع واحنا عملنا حاجة تانية غير اللي انت بتقولها دي. دي مقدمة يعني عن اللي احنا هنعمله في شوية اللي هنقعد ندردش فيهم مع بعض، واتمنى ان الكورس يكون مفيد. الاول في شوية سلايدز كده انا عامل لهم شير وصل عند الناس كلها. لو حد مش شايف سامعني ومش شايف السلايدز يا ريت يقول، غير كده انا هكمل عادي يعني. في بدايه الكلام هنتكلم على ديفينيشن اوف كونتراكت، هو يعني ايه كلمه كونتراكت. في تعريفين الحقيقه عجبوني من وسط تعريفات كتيره موجوده ووقفت عندهم، لان هم ليهم مردود في القانون المصري عندنا. اول تعريف بيقول legal document that states
and explains a formal agreement between two different people or فاحنا عايزين نتفق برضو مع بعض ان احنا واحنا شغالين في شغلانة العقود دي فيها حاجة دمها تقيل كده ورزلة هي ان احنا بنقف على كل كلمة يعني ايه زي ما الجماعة الأجانب بيقولوا the devil lies in details يعني الحل بتاع المشاكل دايما هنلاقيه في الديتيل زي مثلا ما حضرتك أو حضرتك مثلا قدامكم جملة معينة في عقد معين وتقعدوا مثلا طول مدة المشروع سنة سنتين بتقروا الجملة دي وعندكم يقين بفهم معين للجملة دي انت فاهم الجملة دي كده وانت شايفها واضحة جدا وما فيهاش لبس خالص وبعدين لا قدر الله يحصل ميتنج وتيجي حضرتك تقابل واحد زي كده فيجي يشرح لك الجملة دي بطريقة تانية او يقول لك لا ده دي معناها حاجة تانية فتلاقي ان الاساس اللي حضرتك بنيت عليه فهمك كله اختلف وبالتالي القرارات اللي حضرتك خدتها ممكن ما تكونش صحيحة فاحنا بنهتم قوي بمعاني الالفاظ يعني في شغلانة العقود دي فبيقول لحضرتك هنا legal document that states and explains فهو هنا فرق ما بين states وما بين explains states يعني تنص explains يعني بتشرح يعني مش كفاية ان العقد بيكون ينص على المواضيع انما لازم كمان يشرحها وليه ده مهم مهم لان الاماكن اللي هي ما بتبقاش واضحة في العقد اللي هي بتخلق المناطق الرمادي دي غالبا هي دي بتكون اماكن النزاع انا بفهم الموضوع بطريقه حضرتك بتفهم الموضوع بطريقه تانية بنعتقد احنا الاثنين ان احنا كلنا فاهمين بنفس الطريقه نيجي ننفذ العقد كل واحد ينفذه بالطريقه اللي هو فاهمها وتحصل المشكله تروح المحكمه فمش كفايه ان العقد يكون كاتب هنعمل ايه انما لازم يشرحه A formal agreement between two different people or groups القانون المصري بيفرق الجهات اللي بينشأ بينها التزامات لأشخاص طبيعية اللي هو أنا وحضرتك البني أدمين العاديين وأشخاص اعتبارية أشخاص اعتبارية اللي هي زي الشركة كده الشركة في القانون اسمها شخص اعتباري له حقوق وعليه واجبات زي الشخص الطبيعي كده بس هو كيانها مختلف التعريف الثاني An agreement with specific terms between two or more persons or entities يعني العقد ممكن يكون بين أكتر من طرفين ممكن يكون ثلاثي رباعي ممكن طبعا in which there is a promise to do something يعني الوعد promise يعني وعد هو الوعد ده ممكن ينشأ عنه التزام ممكن إمتى promise to do something in return for a valuable benefit لما يكون الوعد اللي أنا وعدته ده أو التعهد اللي أنا يكون في مقابل مبلغ مادي أو نفع known as consideration وده legal dictionary طيب ال contracts under Egyptian law التعريفها إيه العقد هو توافر إرادتين أو أكثر على إحداث أثر قانون فهنا القانون المصري شرط إن يحصل توافق الإرادة يعني لازم الطرفين تتوافق إرادتهم على إحداث أثر قانون العقود بتاعت المقاولات في القانون هي عقود شفهية يعني ممكن العقد يتعمل بالبق نتفق بالبق بالكلام يعني بس القانون برضو حدد له حد أقصى غالبا كان نص مليون جنيه أنا مش فاكر إذا كان المبلغ ده عالي ولا لأ بس العقد المقاولة ممكن يكون شفهي مش مكتوب وكمان عقود المقاولات من العقود المؤجلة اللي هي التنفيذ بتاعها بيتم بعد الاتفاق عليها مش زي عقود التوريدات ممكن أورد الحاجة واخد تمنها في نفس الوقت بيسموه معاوضة عقد المقاولات في القانون المصري وأنا بعتذر لكم إن أنا بتكلم عن القانون كتير بس ساعات كتير في العقود ما بيبقاش فيه الكلام اللي يغطي احتياجاتنا فبنضطر نلجأ للقانون فساعات القانون بيبقى مخرج ليك ان انت تحل أزمة عندك او عند حضرتك يعني فعشان كده دايما عينينا بتبقى على القانون وفي مواد كتير من القانون القانون المدني هنتعرض لها واحنا شغالين العقد هو احد مصادر الالتزام في القانون المصري
يعني في حاجات ممكن تربط الناس ببعضها وتخلي في التزامات تنشأ ما بينهم غير العقد. العقد هو أحدهم. فأول حاجة عندنا العقد، ثاني حاجة القانون، ثالث حاجة الإسراء بلا سبب، رابع حاجة الإرادة المنفردة، خامس حاجة الفعل الضار. هو إيه الإسراء بلا سبب دون؟ الإسراء بلا سبب ده إن مثلا لو حضرتك عندك حتة أرض، وبعدين حد جه بنى على الأرض دي، وبعد ما بنى باع وكسب فلوس، هو مش من حقه إن هو كان يبني على الأرض، ولا كان حقه يبيع، ولا كان حقه يكسب، بس حضرتك بقى ليك شير في اللي هو باعه ده بالإضافة للتعويض طبعا. جماعة أنا بفكركم، اللي حاسس إنه مش فاهم حاجة أو حاسس إن أنا بتكلم غلط في موضوع أو عنده وجهة نظر مختلفة ياريت يقول لي وإحنا بنتكلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازي حضرتك يا باشمهندس؟ ازي حضرتك؟ الحمد هو حضرتك لله. بس في استفسار، يعني حضرتك يعني كنت قلت في تعريف العقد ليجل دوكيمنت، تمام؟ آه وبعد كده حضرتك قلت شفهي، فاصبح فيه كده تعريفين يعني متعارضين مع بعض، ممكن يبقى العقد شفهي ما بقاش بقى ليجل كده، لا، هو ما بقاش دوكيمنت يعني. التعريف الاولاني ده الليجل ديكشنري دون ده تبع القانون الانجليزي. تمام. لما انا جيت لحضرتك بعد كده انا فصلته عن القانون المصري. يعني حضرتك يعني القانون الانجليزي ما بيعترفش ان العقد يبقى شفهي كده. لا العكس يا فندم، ان ممكن شفهيا ويبقى عقد ما بيننا، التزام ما بيننا. القانون المصري لو احنا اتفقنا بالشفهيا ممكن والمحكمة تاخد بيه، بس هم حاطين حد اقصى للاتفاقات الشفهية. تمام؟ تمام يا شكرا. شكرا حضرتك. تحت امرك. شكرا. عندنا الإرادة المنفردة. لو سمحت. ايوه لو سمحت يا باشمهندس، بالنسبه للعقد الشفهي، هو في بس صوت كده غريب شويه. ايوه ايوه العقد الشفهي. اتفضل. الو حضرتك سامعني؟ اه اتفضل. بالنسبه للعقد الشفهي هو دلوقتي حتى الان لسه ساري في القانون المصري، وليه الشروط اللي هو اللي موجود فيه؟ طب ولازم يبقى فيه شهود وكده، ولا يعني بيبقى استنادوا على ايه لو حصل اختلاف؟ حاجتين، اول حاجه لو فيه شهود، تاني حاجه لو حضرتك نفذت التزامك واتدفع لك فلوس. تمام. يعني انا مثلا حضرتك قلت لي انا عايزك تقص النجيله بتاعه الجنينه عندي مره في الشهر، وكل شهر هديك 100 جنيه، احنا بقى لنا 11 شهر انا بروح اقص الزرع النجيله وباخد منك 100 جنيه بوصل. تمام. حضرتك فاهمني؟ اه تمام، انا فهمت وجهه نظر حضرتك. تمام. واخر حاجه اتفضل. هي الفعل الضار بقى ده اللي هو المسؤوليه التقصيريه بقى، اللي هو الغش والتدليس والحاجات دي. منحها قانون يعني. طيب احنا في الكورس بتاعنا ده هنتكلم على العقود بشكل عام، هنتكلم على العقود بشكل عام، إدارة العقود بشكل عام، لكن احنا هنستخدم الفيدك ال 99 الإصدار 1999، وهنمشي عليه وهنقراه تقريبا بند بند علشان نفهمه. واحنا بنعمل كده هنتكلم على العقود اللي هي مش فيدي. طيب معاك هاند فري؟ ايه؟ مش عارف اما البسها بتاع دي. انت عايز اشتغل؟ تمام. العقود اللي احنا هنقابلها في حياتنا هتكون غالبا نوعين. النوع الاولاني هو عقود مكتوبة طبقا لمنظمات وهيئات عالمية زي بفيدك كده،
وعود تانية مثلا في مؤسسات زي الـ NEC زي الـ AIA كده، لكن الأكثرهم شيوعا واستخداما هو الفلك. وفي عقود تانية إن أنا وحضرتك كده رحنا قعدنا على القهوة إن شاء الله لما تفتح، وبعدين قعدنا أنا وأنت كتبنا عقد مش تابع لأي منظمة ولا أي حاجة خالص، إحنا اللي كتبنا بنود وكده مننا لنفسنا. فالعقود اللي هي مش خاضعة أو مش تابعة لأي منظمة عالمية بيسموها أد هوك، أد هوك كونتراكت، بتتكتب AD كابيتال داش HOC كابيتال. طيب العقود اللي عاملها الفيدك او المنظمات العالميه دي الحقيقه هي مش عقود، هي مسوده عقد، مسوده عقد، مقترح بعقد. هي امتى يتحول عقد؟ لما نمضي عليه. طيب كلمه فيدك دي stands for International Federation of Consulting Engineers، وبالفرنساوي اللي هي مكتوبه تحتها دي فيدراسيون انترناسيونال ديز انجينير كونسيل. المنظمه دي نشات في سويسرا في 1913 والهيد كوارتر بتاعها في جنيف. الكلام ده مش معجزه، الكلام ده موجود على الويب سايت بتاع الفيدك، بس انا حاطه هنا لغرض معين. First contract is printed in 1957، 1957 طبعوا اول نسخه فيدك وطرحوها في السوق عشان الناس تستخدمها. بيقول لك الفيدك ريبريزنتس انجينيرز اند كونسلتنتس فروم فاريوس كانتريز، يعني الناس اللي اشتركوا في كتابه الفيدك دول مهندسين واستشاريين من اكتر من دوله. يعني ده ما نقدرش نقول ان الفيدك ده جنسيته ايه، لان الناس اللي شاركوا في كتابته كلهم ناس من اكتر من دوله. طيب Engineers and Consultant Association over 60 countries are FIDIC members. المهندسين والاستشاريين في أكثر من 60 دولة أعضاء في الفيدك. الفيدك له أمبريلا كده، شركات ومنظمات وهيئات مشتركة مع الفيدك أو أعضاء في الفيدك يقدروا بحوالي 30 ألف شركة ومليون راجل استشاري ومهندس. انا كاتب الكلام ده ليه؟ انا كاتب الكلام ده علشان لو انا دلوقتي الشركه بتاعتي قالت لي باشمهندس احنا عايزينك تروح تتفاوض بالنيابه عن الشركه مع كلاينت مثلا، او لو حضرتك استشاري فالكلاينت بيقول لك باشمهندس احنا عايزينك تروح تتفاوض مع المقاول بالنيابه عننا، تمام كده؟ بيبقى في نقط خلافية كتير في الميتنج، يعني احنا ممكن العقد بتاعنا ما يبقاش فيدك، مش لازم يبقى فيدك، بس ممكن في بنود معينة لو انا راجل فاهم الفيدك وقاري الفيدك ممكن اقول يا جماعة ما تيجي نرجع نشوف الفيدك بيقول ايه في الجزئية دي ونعمله. عمر ما حد هيقول لك والله يا عم انت ايه اللي انت بتقوله ده، الفيدك ده تعبان قوي او بتاع، لا ده منظمة عالمية معترف بيها من اكتر من هيئة، البنك الدولي نفسه بيشتغل بالعقود بتاعة الفيدك، وهنتكلم على النوع ده بالذات. فلو انت عندك خلفية او قاري الفيدك والموضوع في دماغك هيبقى أداة من أدوات التفاوض معاك وانت قاعد في اي ميتنج. هو الفيدك يا جماعة في الجزء ده بيقول ايه، رأيه ايه، ما تيجي نعمل زيه، فبيكون طول قوية جدا في المفاوضة. وانا بدي لحضرتك هنا الاسباب او الفكر. هو لما حد يجي يقول لك ليه الفيدك هتقول له ده الدنيا كلها شغاله بيه ودي اراء ناس كتيره والفيدك ده متجرب، فايه المشكله ان احنا نستخدمه؟ اهم حاجه اللعبه دي ما تتلعبش معاك انت بقى، يعني لما حد يجي يقول لك تعالى نستخدم الفيدك تكون انت قاري الفيدك ال 99 ده مثلا، لو هو رجع له علشان تقول لا ده مش هينفعنا علشان كده. تمام، دي تكملة للكلام اللي احنا بنتكلم فيه برضو. مزايا الفيدك: فيدك is the international federation of duly elected association of consulting engineers representing the profession in their respective countries. Members comply with code of ethics guiding their professional standards. يعني ايه members comply with code of ethics؟ معناها ان الناس اللي جوه ملتزمة
بأخلاقيات معينة ما يقدروش يخالفوها. يعني الهدف من اللي هما بيعملوه إن هما يعملوا عقد متوازن، لا رايح ناحية المالك ولا رايح ناحية المقاول قدر المستطاع. FIDIC works to promote the common interest of consulting engineers through seminars, conferences, and regular discussions with the national associations and international financial institutes such as World Bank. الفيديك كل فترة بيحدث نفسه، والكلام اللي هو بيكتبوه في الفيديك ده نتيجة إن ناس من الصنعة مهندسين بيقعدوا يتكلموا مع الجماعة الماليين في البنوك زي الورلد بانك. لأن لا يخفى على حضراتكم إن المقاولات دلوقتي البنك شئنا أم أبينا هو طرف أصيل فيها، لأنه بيخش بيمول، محدش بيدفع من جيبه. فإدارة الكاش جوه الكونستراكشن الناس بتوع العقود لازم يكونوا فاهمينها، هو الكاش بيتحرك إزاي في المشروع. وهنشوف على فكرة في الفيديك ال 99 ده إزاي الفيديك كان حريص على إنه يحافظ على ستيدي كاش فلو للمقاول، وإن المقاول يقدر ياخد ضمانات من المالك على قدرة المالك لتمويل المشروع. Preparation of standard forms of contract and other documents is a major activity. يعني حضرتك لو دخلتوا على الويب سايت بتاع www.fidic.org هتلاقوه موقع دسم جدا، موقع خطير، أنصحكم تخشوه يعني. طيب What does the FIDIC suit of contracts cover؟ الجماعة بتوع الفيديك أول مرة ينزلوا إصدار زي ما حضرتك شفته كده سنة 57، وبعدين بعد كده نزلوا مجموعة كتب، مجموعة عقود في سنة 87. والفيديك عندهم العادة إن هم بيسموا الكتب بتاعتهم بألوان، الريد بوك، اليلو بوك، السيلفر بوك، البينك بوك، ألوان. كل كتاب بيعالج حالة تعاقدية مختلفة. في سنة 87 أول إصدار، 57 أول إصدار، تاني إصدار كبير يعني كان في 87، فرق 30 سنة. الإصدار اللي بعد 87 كان في 99، يعني بعدها تقريبا ب 10 سنين أو 12 سنة. فتخيلوا حضراتكم إن في ظرف 30 سنة حسوا من 57 إن الحاجة جت علشان نطلع عقود جديدة أو نعالج عقود جديدة، نعالج مشاكل جديدة، خد 30 سنة. ومن ال 87 لل 99 12 سنة علشان يطلعوا عقود جديدة. فده بيشرح لحضراتكم برضو قد إيه صنعة المقاولات دي بتتطور بسرعة، بتتطور بسرعة. وفي الفيديك اللي هو ال 2017 الأخراني ده، لكنه هو شبيه جدا بال 99. ال 99 اصدار ال 99 مختلف بشكل جوهري عن ال 87، مختلف اختلاف ضخم جدا. الكونسبت بتاع الكتابه نفسه اتغير واللغه اتغيرت. انا قصدي باللغه يعني الاثنين انجليزي، بس اللغه في ال 99 كانت اخف ومور فريندلي كده. فبيقول لحضراتكم a substantial amount in 99 FIDIC published a completely new suit of contracts سموها الرينبو سوت، لأن هم سموا الألوان بتاعة الكتب دي حاجة شبه ألوان الطيف كده. Various contracts having been updated this includes. فأنا هكلم حضراتكم دلوقتي على إصدارات العقود سنة 99. أول حاجة خالص الريد بوك، الكتاب الأحمر اللي هو الأكثر شيوعا والأكثر استخداما واللي احنا هندرسه مع بعض في الكورس ده. Conditions of contract for construction for building and engineering works designed by the employer. الكتاب ده او مسودة العقد دي بتتكلم على شروط العقد for construction for building and engineering works designed by mean by the employer. يعني العقد ده الكونستراكشن هيعمله المقاول والديزاين هيعمله مين؟ المالك، اللي هو الشغل اللي اعتيادي اللي احنا عارفينه خالص. أوري لحضراتكم برضو عشان تبقوا واخدين فكرة. ده شكل الكفر بتاع الفيديك ال 99 اللي احنا هنتكلم عليه. Conditions of contract for construction for building and engineering works designed by the employer. المقاول هينفذ والمالك هيعمل ايه؟ التصميم بنفسه او عن طريق الاستشاري يعني.
تاني حاجة البينك بوك. ايه البينك بوك ده؟ هارمونايزد ريد بوك، جابوا الريد بوك ده وعملوا له هارمونايزيشن، يعني ظبطوا فيه شوية حاجات كده علشان يحصل ايه بقى؟ وسموه الـ MDB. Conditions of contract for construction for building and engineering works designed by the employer. المقاول هيعمل التنفيذ والمالك هيعمل التصميم. For use as part of the standard bidding documents by the multilateral development banks. يعني الـ MDB معناها multilateral development banks only. زي الإسلاميك ديفلوبمنت بانك، بنك التنمية الإسلامي، والورلد بانك، البنك الدولي. ده كتاب كده أو مسودة عقد عملوها الجماعة بتوع الفلك علشان البنوك بتاعت التمويل الدولي تعرف تشتغل بيها. يعني مثلا كان في مشروع اشتغلت فيه اللي هو تيرمينال بيلدينج 2 في مطار القاهرة. العقد المشروع ده كان البينك بوك. ليه بقى؟ لأن المالك كان شركة مطارات القاهرة كايرو ايربورت كامباني، والحكومة المصرية كانت بتمول حوالي 40% من المشروع، والبنك الدولي كان بيمول حوالي 60% من المشروع. فالبنك عايز يتأكد إن الفلوس اللي بيدفعها بتروح للأماكن اللي المفروض تتصرف فيها، وإن البروسيجر بتاع التندر أو المناقصة مشي زي ما هو عايز، وإنه يقدر يتابع عملية الصرف طول فترة المشروع. فالكتاب ده دخل للبنك الصلاحيات متابعة التمويل. جابوا الريد بوك ده ظبطوه ودخلوا البنك جواه اللي هو الممول وسموه البينك بوك. مفهومة الفكرة كده؟ تمام. اليلو بوك، الكتاب الأصفر، Conditions of Contract for plant and design and build, for electrical and mechanical plant, and for building works designed by mean contractor. يعني مين اللي هيعمل التصميم هنا؟ المقاول. يبقى اليلو بوك ده بيتكلم على عقد البلانت بتاع الالكتريكال والميكانيكال، يعني مثلا محطة كهرباء، محطة مية، محطة صرف، والمقاول هو اللي هيعمل ايه؟ التصميم، فسموها ديزاين اند بيلد. تمام كده؟ طيب بعد كده السيلفر بوك، الكتاب الفضي، Conditions of contract for EPC او التيرنكي بروجكت. EPC اللي هو Engineering Procurement Construction. مين هيعمل التصميم هنا؟ السيلفر بوك، المقاول هيعمل التصميم. طيب ده يفرق ايه عن اليلو بوك؟ هو السيلفر بوك المقاول هيعمل التصميم، في السيلفر بوك هيعمل التصميم المقاول، وفي اليلو بوك المقاول برضو هيعمل التصميم. طب فرقوا ليه الكتابين عن بعض؟ نيجي للحته دي دلوقتي. ممكن البنك هيدعم؟ لا مفيش بنك هنا. لو في بنك كنا رحنا للام دي بي اللي هو البينك بوك الاصفر لمحطات الكهرباء او لشغل الكتروميكانيك. ممكن يكون في شغل الكتروميكانيك. سيلفر ممكن نعمله الكتروميكانيك برضه. عامه فكروا فيها لحد ما نجيلها، زي ما بيقولوا كده ايه، فود فور ثوت. ليه عملوا كتابين؟ الكتابين المقاول هو اللي هيعمل التصميم وفصلوهم عن بعض، فكانوا عملوا كتاب واحد. طيب ذا اورنج بوك، الكتاب البرتقالي، Conditions of contract for design and build and turnkey first edition 95. قبل اليلو بوك ده، قبل اليلو بوك كانوا عملوا كتاب اورنج كده اسمه 95. دلوقتي الناس كلها بتستخدم اليلو بوك، بس في بعض المشاريع الحكومات لسه فيها الاورنج بوك، بس دي بره مصر، فعشان كده كتبته عشان حضراتكم تعرفوا ان هو موجود، لكن اللي شغالين بيه الناس دلوقتي هو اليلو بوك. وبعدين في الجولد بوك، الكتاب الذهبي، بيسموه الدي بي او، Conditions of contract for design build and operate.
دي بي او اللي هو ديزاين بيلد اند اوبريت، اللي هي المشاريع بتاعه حق الانتفاع، اللي هي زي احنا بنسميها في مصر البي او تي، اللي هي بيلد اوبريت ترانسفير، وفي البي دبل او تي اللي هي بيلد اوبريت اون ترانسفير. فهم عملوا هنا مسوده عقد سموها الجولد بوك علشان المشاريع اللي المقاول هيصممها وينفذها ويشغلها، تمام. وبعدين عملوا الجرين بوك الكتاب الاخضر شورت فورم اوف كونتراكت، هنتكلم عليه برضو بالتفصيل شويه. عملوا زي مسوده عقد صغيره كده للمشاريع اللي احجامها صغيره وما فيهاش تعقيدات. وبعدين عملوا السب كونسلتنسي اجريمنت، ده مقترح قدموه للشركات بتاعه الاستشارات. لو انا راجل استشاري وعايز اجيب استشاري من الباطن تحتيه سب كونسلتنت، هم بيقترحوا اجريمنت نستعملها. وبعدين الوايت بوك، الوايت بوك اللي هو الكلاينت كونسلتنت موديل سيرفيس اجريمنت، اللي هو شكل العقد المقترح ما بين المالك والاستشاري. وبعدين البلو جرين بوك ده دريدجرز، الدريدجرز اللي هي دريدجنج اعمال التكريك، عملوا عقد لاعمال التكريك. وعلى فكره هم عملوا العقد ده مخصوص علشان الشغل اللي كان في الامارات اللي هو بتاع الجزر بتاعه النخل او جزر العالم وبتاع، لان كانوا ساحبين كل الدريدجرز اللي في العالم تقريبا، فالجماعه بتوع الفيديك عملوا لهم عقد. وبعدين كونديشنز اوف سب كونتراكت فور كونستراكشن، فبيقول لك الكتاب ده اللي هو مسوده عقد علشان مقاوله باطن. فهنا بيقول لك الكتاب ده لو انت عقدك الفيديك ال 99 اللي فوق اللي هو العقد بين المالك والمقاول الكتاب الاحمر يعني، وانت عندك مقاول باطن عايز تعمل معاه سب كونتراكت، خد الكتاب ده هيضمن لك الباك تو باك. هيضمن لك ايه؟ الباك تو باك، ان انت كل التزاماتك اللي عليك انتقلت لمين؟ لمقاول الباطن. ساعات احنا في المقاولات ببقى انا مثلا مقاول عام واخد شغلانه مثلا 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 يعني ب 100 مليون، وعندي مقاول باطن تحتيه مثلا انا بايع له الالكتروميكانيكال، فعامل عقد واخد من ال 100 مليون 30 مليون 35 مليون مثلا. فده مش مقاول باطن عادي، ده شريك يعني. يعني الراجل ده لو اتاخر، لو يعني ما قامش بدوره، انا هروح في داهيه. فلازم اضمن في عقد مقاوله الباطن، وده موضوع هنتكلم عليه واحنا شغالين. في عقد مقاوله الباطن ان انا انقل التزاماتي كلها من عليا عليه، وان الطريقه اللي اكتب بيها العقد معاه طريقه تخليه يؤدي دوره بما يضمن ان انا الالتزام اللي عندي انا مقاول العام ناحيه المالك يتم ينتهي يخلص. تمام؟ تمام. احنا هنتكلم دلوقتي على الموست بوبولار فورمز اللي هم الريد بوك واليلو بوك والسيلفر بوك. اليلو بوك اللي هو التراديشنال كونديشنز، التصميم هيعمله المالك، هيجيب استشاري يعمله التصميم، والمقاول هيعمل التنفيذ. اليلو بوك اللي هو ديزاين اند بيلد، والسيلفر بوك اللي هو التيرنكي تسليم المفتاح او الاي بي سي. انا هنا جمعت لحضراتكم شكل ال زي ما تقولوا كده ايه، التيبل اوف كونتنتس بتاعه الفيديك بالترتيب بتاعها، لان التيبل اوف كونتنتس بتاعه الفيديك مش مكتوب كده بشكل اعتباطي يعني. وشغلانه العقود دي علمتني ان انا لما اجي اقرا اي كتاب، اي ريبورت، اي دوكيمنت قدامي، لو فيها فهرس او فيها تيبل اوف كونتنتس لازم اقرا التيبل اوف كونتنتس الاول، لان التيبل اوف كونتنتس بيشرح لي الفكر اللي كان عند الراجل اللي كتب الريبورت ده او الكتاب ده، بيشرح لي تسلسل افكاره كده، هيسهل عليا ان افهم دماغه. فعند حضراتكم جنرال بروفيجنز اللي هي الاشتراطات العامه، وبعدين نتكلم على الامبلوير والامبلويرز ادمنستريشن اور انجينير، يعني لو الراجل المالك عنده ممثل له او استشاري. والفيديك على فكره زي القانون كده ما بيسميش استشاري استشاري، هو بيسمي الاستشاري المهندس المهندس. وبعدين نتكلم على الكونتراكتور التزاماته وبتاع، وبعدين النومينيتد سب كونتراكتور. النومينيتد سب كونتراكتور ده موضوع احنا هنقعد نتكلم فيه كتير، اللي هو مقاول الباطن المسمى لما المالك يجي للمقاول
او الاستشاري يجي المقاول ويقول له خد شغل مقاول الباطن ده، احنا هندير الموضوع ده ازاي وايه مشاكله وامتى يعترض المقاول وامتى الملك يرفض اعتراض المقاول ويتحاسبوا ازاي، هنتكلم في الموضوع ده بالتفصيل. وبعدين نتكلم بعد كده على الستاف الليبر. وهو الجماعة بتوع الفيديك فصلوا ستاف عن ليبر من كوميرشال بوينت اوف فيو، يعني الموضوع له جانب اقتصادي او له جانب مالي، وهو الدايركت كوست والاندايركت كوست. في حد عنده مشكلة او حابب يراجع معايا يعني ايه دايركت كوست ويعني ايه اندايركت كوست؟ هو ده مش موضوعنا في العقود لكنه مهم علشان نفهم الفلوس بتتسكن ازاي في العقد. الدايركت كوست هي التكلفة اللي بتكون حاجة مباشرة، انا يعني انا عارف ان انا هصرفها ده اكيد، لكن مثلا الاندايركت كوست مثلا زي مثلا بنزين العربيات اللي بينقل المهندسين مثلا للموقع مثلا كل يوم، مثلا حساب البوفيه اللي بتحمل على الموقع كل يوم. طب بص هندسة، خليني اقول لك وجهة نظري في الموضوع ده. الدايركت كوست هي اي تكاليف تقدر تحملها بشكل مباشر وواضح على بند من بنود المقايسة، زي مثلا كده حديد التسليح. مش هنقدر احمل حديد التسليح على بند الخرسانة المسلحة. طيب البمب مش هنقدر احملها على بند بعينه. طبعا اعمل كارو ميكانيك. الحفر، معدات الحفر واللودر بتاع الحفر مش هقدر احمله على بند بعينه. مظبوط. يبقى ده دايركت كوست. طيب مصاريف انا مش هقدر احملها على بند بعينه في البي او كيو، هصرفها هدفعها لازم لكن ما اقدرش احملها على بند بعينه. زي ايه؟ زي مرتب مدير المشروع مثلا، زي ايجار الكرفانات، ايجار التاور كرين. انا اقدر احمل التكاليف دي على بند بعينه ولا دي متوزعة على بنود المشروع كله؟ لا ده كله دي. يبقى ده indirect cost. تمام كده؟ اتفقنا على الكونسبت ده؟ في حد عنده مشكلة مع اللي انا قلته؟ حضرتك تقصد ان اي بند انا بحمله على المشروع بالكامل، اي مصروف، اي تكاليف حضرتك ما تقدر تحملها على بند بعينه، يبقى indirect cost. اي مشروع الكوست سنتر بتاعه جوه بند يبقى دايركت، لان هقول لحضرتك لما حضرتك قلت دايركت، هو دايركت على انهي بند؟ دايركت على ايه؟ وضحت كده؟ يعني تقصد يا باشمهندس زي مرتبات مثلا موظفين الاتش ار والسكيورتي بتاع الموقع والناس اللي زي كده، دول يعتبروا اندايركت كوست. بالظبط. بس انت كده اتكلمت على نوعين من الاندايركت، دول هنتكلم فيهم في الكليمز بقى بالتفصيل، السايت اندايركت والهيد اوفيس اندايركت. ما انت عندك تكاليف غير مباشره في الموقع وعندك تكاليف المقر الرئيسي، ودي تكاليف غير مباشره بالكامل اللي هي الاوفر هيد يعني. ما هو انت عندك سايت اوفر هيد برضه. تمام، زي العامل اللي هو السكيورتي بتاع الموقع اللي قلت عليه. بالظبط كده، زي بالظبط مهندس الموقع ممكن يبقى دايركت وممكن يبقى اندايركت. يعني مثلا لو انا جايب مهندس موقع ما بيعملش حاجه في حياته غير انه واقف على بند السيراميك، يبقى دايركت ولا اندايركت؟ دايركت. طب انا عندي مهندس موقع ماسك زون، ماسك عماره، يبقى دايركت ولا اندايركت؟ اندايركت، لان هو تحتيه بنود كتير انا مش عارف احمل على انهي بند فيهم مرتبه، صح كده؟ طيب نرجع لموضوعنا. فهو الراجل لما اتكلم على ستاف ان ليبر، ستاف هنا تفتكره دايركت ولا اندايركت؟
دايركت. دايركت. طب ليبر ستاف خاص بالمشروع كله. ستاف في الاغلب الاحوال هي ان دايركت. ليبر في اغلب الاحوال هي دايركت. تمام ماشي الحال. حد عنده مشكله؟ تمام. هو حضرتك كده انت ما هو فكره دايركت دايركت هتختلف من شخص للتاني. هي كده حاجه مش حاجه فاريبل ممكن مني لحضرتك. حضرتك ممكن حاطط في اعتباراتك ان الـ ان السالاريز بتاعت الستاف هي ان دايركت كوست. انا ممكن بالنسبه لي احسبها ان هي دايركت كوست. تحسبها دايركت ازاي؟ احسبها دايركت كوست على ان انا اكيد في سالاريز للستاف موجود. ايوه يعني حضرتك هتحمل المرتب مدير المشروع هتحطه على انهي بند يعني في المقايسه؟ انت حضرتك تقصد ان هو يبقى ان يكون فيه بنود لازم انا احمل حاجه عليها. ايوه ما هو احنا اتفقنا ان يبقى تكلفه مباشره لو انا اعرف احملها على بند بعينه، وتكلفه غير مباشره لو انا ما اقدرش احملها على بند بعينه. ستاف ايوه تمام. بطبيعته ان دايركت، لكن انا اعرف اخلي واحد من الستاف دايركت. اعرف الليبر طبيعتهم دايركت، بس اعرف اجيب مثلا العماله اللي بتنظف الموقع دول ان دايركت مثلا، صح؟ تمام. تمام. وبعد كده اتكلم على البلانت والماتيريال والوركمانشيب. الوركمانشيب اللي هي المصنعيه. بعد كده دخل على الكومنسمنت البدايه، الديلايز الاعطال او التاخيرات، السسبنشن الايقاف. واحنا يا جماعه بنقرا الفيدك عايزين ناخد بالنا من المصطلحات اللي استخدمها الفيدك، علشان حتى لو العقود بتاعتنا مش فيدك، لو احنا بنكتب جوابات او ايميلز او كده واستخدمنا المصطلحات التعاقديه الجميله اللي في الفيدك، الكتابات بتاعتنا هيبقى شكلها حلو وشكلها مميز ومختلف عن بقيه زمايلنا اللي كل واحد بيكتب اللي هو عارفه. تمام. وبعدين نتكلم على التيست اون كومبليشن، الاختبارات عند انتهاء الاعمال. امبلويرز تيكينج اوفر، استحواذ المالك على الاعمال. ديفكتس لايبيليتي، مسؤوليه عن العيوب. تيست افتر كومبليشن، الاختبارات بعد الانتهاء. وبعدين نتكلم على الميجرمنت اند ايفالويشن، القياس والتقييم. الفاريشن والادجستمنت، التعديل والضبط. الكونتراكت برايس اند بايمنت، سعر العقد والدفع. وبعدين بعد كده من البند رقم 15 بنخش على المواد بقى اللي هي ايه دمها تقيل بقى، والمشاكل بين الناس. ترمينيشن باي ذا امبلوير، انهاء الاعمال عن طريق المالك. والفيدك ال 99 الريد بوك عمل حاجه جميله ما كانتش موجوده قبل كده، ان عمل سسبنشن اند ترمينيشن باي كونتراكتور، يعني المقاول من حقه في بعض الحالات هنتكلم فيها انه يوقف العمل او ينهي العمل. وبعدين نتكلم على الريسك اند ريسبونسابيلتي، المخاطر والمسؤوليه. انشورنس، التامين. التامين هنا معناها بوالص التامين، وهنتكلم على انواعهم بالتفصيل. الفورس ماجور، القوى القاهره. وبعدين الكليمز، المطالبات، الديسبيوتس، النزاعات، الاربيتريشن، التحكيم. ده الفهرس بتاع الفيدك ال 99 الريد بوك، وهو شبيه بالفهرس بتاع السيلفر بوك واليلو بوك. طيب تعالوا نتكلم شويه بالتفصيل على الريد بوك. بيقول لحضرتك ان الامبلوير ريسبونسبل فور ديتيلد ديزاين، المالك مسؤول عن التصميم بتاع المشروع. And thus وبالتالي carries the risk of increased contract amount depending on the quality of design. وبالتالي المالك مسؤول عن زيادة قيمة العقد طبقا لجودة التصميم. يعني لو المالك طلع من عنده تصميم سيء فهو مسؤول عن قيمة العقد أو زيادة قيمة العقد الناتجة عن ده. Partial contractor design possible، يعني المقاول ممكن يكون له جزء في التصميم أو المالك يخصص له جزء في التصميم في العقد، ممكن. زي إيه مثلا؟ إحنا قلنا العقد الريد بوك اللي إحنا بنتكلم عليه ده المالك بيعمل التصميم والمقاول إيه بينفذ اللي هو العقد الاعتيادي العادي ده. زي ايه الحاجات اللي المقاول عاده بيعمل لها تصميم وهو شغال حتى لو الديزاين عامله المالك؟
لاندسكيب. لا ممكن المالك يعمل لاندسكيب. الخرسانة ان هو دايما بيبقى مسؤول عنها. لا هو مسؤول عنها ده موضوع وبيعمل لها ديزاين ده موضوع تاني، ومسؤولية المقاول القانونية في الضمان العشري اللي هو الضمان العشر سنين ده موضوع تاني هنتكلم فيه لما نروح لمواد القانون. هقول لك السويل انفستيجيشن. السايت انفستيجيشن المقاول بيجي له تقرير تربة مبدئي عامله المالك، والمقاول لما بينزل يشتغل علشان عليه مسؤولية قانونية انه يتحرى من حالة التربة بيعمل تقرير تربة تأكيدي، ويطلع هو يكمل او يطلع مخالف يرجع للاستشاري يقول له انا لقيت حاجة يا عم غير اللي انت عاملها، شوف راجع لو عايز تعيد التصميم او التصميم يفضل زي ما هو شغال. زي عملية الكتروميكانيك حضرتك، عملية التكييف الحريق عمل الايه؟ التكييف الالكتروميكانيك بصفة عامة يعني التكييف بتعمل فيها ايه ديزاين؟ تلاقي المقاول هو اللي بيصمم حضرتك ال... بيصمم ايه؟ بيصمم المجاري الهواء، بيصمم تكييفات. لا 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 مجاري الهواء دي ما فيهاش تصميم. تمام. المالك او الاستشاري هو اللي بيختار المعدة وبيختار الكاباسيتي بتاعتها وبيختار مكانها وبيختار كل حاجة. المقاول بيقترح مسار الدكتات ويعرضه على الاستشاري، لكن لو المقاول وهو شغال جرب كذا مسار ولقى ان في مشكلة في الكاباسيتي بتاع التشيلر مثلا مش هيوصل لدرجة التبريد المطلوب، بيرجع للاستشاري ويقول له ايه التصميم بتاعك فيه مشكلة، صح؟ تمام. لكن مش بيعالج مشكلة التصميم بالدكتات، والحتة دي بيقع فيها كتير الشركات المقاولات اللي مش فاهم حدود المسؤولية بتاعتها. هو التصميم بينتهي فين والكونستراكشن بيبتدي فين؟ بيبقى فيه حتة رمادي كده بيتوهوا فيها. ساعات الجماعة الاستشاريين بيخلوا المقاول يعني يعاني بسبب الموضوع ده. أنا هقول لحضراتكم شوية حاجات أنا مريت بيها. مش إحنا ساعات بنحط التشيلر فوق السطح اللي هو الاير كولد، صح؟ التشيلر ده مش بيقعد على بلينث أو مخدات كده، صح؟ يس. الاستشاري صعب يعمل ديزاين للمخدات دي. ليه؟ لانها بتبقى طبقا للمانيفاكتشر ريكومنديشن، والمقاول عنده ثلاثة براندز ممكن يجيب منه، فالاستشاري مستحيل يعرف يعمل لها ديزاين. فمين اللي بيعمل لها ديزاين؟ المقاول. ساعات كتير المالك بيدي المقاول يعمل ديزاين للبوست تنشن، صح؟ اها. بيعمل له سمكات استرشادية، لكن بيخلي المقاول يعمل ايه الديزاين بتاع البوستنج. فاحيانا كتير شفنا كده. كده وضحت الرؤية؟ تمام. في حاجات بتبقى صعب على الاستشاري او المالك ان ياخد فيها قرار في بداية الاعمال، فبيسيبها للاستشاري، لان ممكن المانيفاكتشر او السبيشاليست يكون له رأي تخصصي فيها أحسن من الاستشاري. اتفقنا؟ تمام. الانجينير working for the employer. الفيدك بيقول لك بصراحة كده الاستشاري موظف عند المالك، يعني يا مقاول ما تستناش ان هو هيبقى راجل ايه؟ فير، لان هو شغال عند مين؟ عند المالك. العقد الفيدك الريد بوك فيه بي او كيو لانه عقد ريميجرد. بيقول لك البيمنتس بيزد ابون ميجرمنت اوف وركس دان بيزد اون يونت برايسز بات لام سم يوزد. يعني بيقول لك العقد الفيدك الريد بوك ده اصله ريميجرد معاد القياس، واساس الاتفاق
هو سعر الوحدة اليونت ايه؟ برايس، كمية على حسب ما هو منفذ في الطبيعة. طب احنا ممكن نقلب العقد الريد بوك ده، الفيدك الريد بوك ده من ريميجر لللمسم، نقدر واحنا شغالين في الفيدك هنشوف ازاي نقدر نحوله من ريميجر لللمسم. سيرتيفيكيشن اوف بايمنت باي ذا انجينير، اللي بيطلع شهادة الدفع او بيعتمد المستخلص مين؟ الاستشاري. تمام؟ بالتالي ده اللي احنا عارفينه، ده اللي بنشوفه في مشاريعنا كلها تقريبا يعني. طيب اليلو بوك، الكتاب الاصفر، contractor responsible for detailed design in accordance with the employer's requirements. يبقى المقاول هو المسؤول عن الديتيل ديزاين طبقا لمتطلبات مين؟ المالك. specifying the quality and scope of the work of the completed work. engineer working for the employer، يعني العقد اليلو بوك ده الكتاب الاصفر ده فيه استشاري وشغال موظف عند مين؟ المالك. schedule payments with lump sum pricing but remeasurement possible، يعني اصل العقد اليلو بوك ده lump sum بس ممكن نقلبه ايه؟ payment according to progress when contractor has completed the stages او milestones. باشمهندس معلش صوت عندي كل شويه بيقطع. تمام. وانا كمان. تمام. طب ما تسألوني سؤال سهل في العود عشان اعرف اجاوب عليه، انا مش عارف اجاوب على الموضوع ده. صوت احسن طيب؟ هو بس على فترات يعني كل فتره كده بيقطع. طب تحبوا نتصرف ازاي؟ انا بتوقع شويه الكلمات اللي بتفوتني بس. طيب طب تفتكروا مشكله يعني من عندنا ولا من عندكم؟ لان بالتالي في ناس تانية سامعه كويس. لا هو الخط فصل الخط. نعم؟ فصل ورجع. الخط فصل ورجع تاني. تمام، دي مشكله بقى تانية خالص. تمام مظبوط يا هندسه. تمام. طب انا هحاول اكمل كده ولو في مشكله يعني قولوا لي. طيب certification of payments by the engineer، الاستشاري هو اللي بيعتمد الايه؟ المستخلص. طيب السيلفر بوك، الكتاب الفضي، contractor takes full design and execution responsibility، المقاول بيعمل كل حاجة في أي حاجة، الملك ملوش دعوة. contractor to cover extra risk so the employer pays more. no engineer، العقد ده ما فيهوش مهندس، ما فيهوش استشاري، but employer may appoint a representative، ممكن يكون فيه ممثل المالك. وزي ما حضراتكم عارفين ان ممثل المالك دي شغلانه واللي شغلانه تانية. لمسم كونتراكت برايس، العقد ده لمسم. بايمنت اكوردنج تو بروجريس، مفيش بي او كيو. امبلويرز ريكويرمنت يوجوالي ا بيرفورمانس سبيسيفيكيشن. طيب يبقى ايه الفرق بقى الجوهري ما بين اليلو بوك والسيلفر بوك؟ ما الاثنين مقاول بيعمل الديزاين. اقول مفيش استشاري. هي ده اختلاف صح، بس ده مش الاختلاف الجوهري، انما انتوا عندكم حق طبعا. استشاري، هو مفيش استشاري، دي حلوه ولا حاجه وحشه؟ سخيفه. ليه؟ يبقى حضرتك شغاله استشاري. لا خالص، انا كونتراكتور. لا الفكره بحس ان اصلا اتعاملت مره كده مع ممثل مالك، هو مش مهندس، فكان في حاجات مش بفهمها، بس كنت بتعب جدا عشان اوصل له وجهه نظرنا او البروجرس الاتشيفمنت بقد ايه، طب احنا محتاجين نقبض كذا يعني، كان هو مش فاهم. ده اللي انا كنت بكلم حضراتكم عليه، اللي هي بس الجري اريا. احنا قاعدين بنختلف في موضوع
لسبب ان العقد مش منظم. Exactly. وهنا يجي بقى الراجل بتاع الكونتراكتس الشاطر والتاني اللي مش واخد باله. مع الوقت بنبتدي ناخد بالنا من الجري ارياز، المناطق الرمادي، بنبتدي نعرف هي بتيجي منين وندور عليها فين من دورة المشاكل اللي بنقابلها. عامة عندنا استشاري فاهم فهو بيسهل، عندنا استشاري مش فاهم عدم وجوده احسن من وجوده. بس ده من رأي يعني افلاطوني كده ملوش دعوة بمجال المقاولات يعني. طيب اليلو بوك، لو انا دلوقتي انا راجل جاي عندي مع الحكومة المصرية عايزين يعملوا محطة كهرباء، عايزين يعملوا محطة مية، فلو هيعملوا محطة كهرباء هيروحوا لمين؟ هيروحوا لسيمنز، أنزالدو، صح؟ الناس اللي هم عندهم مصانع التربينات، الناس اللي هم عندهم مصانع التربينات. هو الملك رايح يشتري ايه اصلا؟ الملك رايح يشتري النو هاو. يعني انا لو رحت اشتريت التربينات بتاعت محطة الكهرباء من سيمنز فانا هشتري صفات مين؟ سيمنز. لو انا رحت الكتريك هشتري التربينة بمواصفات مين؟ جنرال الكتريك. فانا رايح هشتري، فانا بقول للمقاول اللي هو غالبا بيبقى عنده المصنع او لو محطة مية بروح لميتيتو مثلا، صح؟ للبامبات والكلاريفايرز وبتاع، هو ميتيتو اللي بتصنعها، فانا بشتغل بالسبيكس بتاعتهم. بس انا بديله ايه؟ بقول له انا عايز 20 ميجا وات كاباسيتي، انا عايز 200 متر مكعب في اليوم، بديله ايه؟ تكنيكال نيد ريكويرمنت، غرض في النهايه هو بيحققه، تمام؟ وهو يروح بقى يعمل ديزاين للبلانت بتاعته، المعدات بتاعته، الالكتروميكانيكال بلانت، ويجي ايه يحققه لي. ممكن اروح للاي سي جي، ممكن اروح لايهاف، ممكن اروح لحسن علام، للرواد، لريدكون، اقول لهم اعملوا لي ايه الطرق، الكونكريت بلوك، مكان الجاترز، الانسيلري بيلدينجز، صح؟ باخد جزء من الديزاين، مش محتاج النو هاو بتاع سيمنز وجي اي او انزالدو، وانا بعمله انا وبديه المقاول مين؟ تاني. بس الشغل ده كله بيبقى متداخل مع بعضه. اليلو بوك بيعالج الحاله دي. السيلفر بوك بقى او الاي بي سي، انا راجل لابس جلابيه ومعايا فلوس وعندي حتة أرض، لكن أنا ما أعرفش حاجة في الهندسة ولا المقاولات، ولا عمري ركنت عربيتي حتى ناحية كلية هندسة، بس معايا أرض ومعايا فلوس. فأنا جبت مثلا أوراسكوم، قلت لهم بقول لكم إيه، أنا ماليش دعوة بحاجة، أنا 7 نجوم 200 أوضة، بس ده اللي أنا عارفه كده، ما أعرفش حاجة تانية، انتوا اعملوا بقى كل حاجة. او مش كده كمان، ده انا ممكن اقول لهم انا عايز فندق يحقق اكبر عدد غرف واعلى نجوم بالبادجت دي. يعني انا كمان مش عارف هيعمل كام غرفة ولا عارف هيبقى كام نجم، بس انا عايز احسن حاجة ممكن تتعمل بالبادجت دي. فهجيب مقاول متخصص في الفنادق ويكون مقاول محترم، وادي له المشروع كده كله على بعضه، واجي استلم المفتاح بعد 3 سنين وخلاص يا عمي تعالى هات الستاف بتاعك وشغله. بس كده. كده احنا فهمنا الفرق ما بين السيلفر بوك واليلو بوك، وليه هنا في استشاري هنا ما فيش استشاري؟ لان في السيلفر بوك هو مش محتاج استشاري، لان الكواليتي كنترول على عبء على المقاول. اتفقنا؟ ماشي؟ هو الكواليتي كنترول عبء على المقاول ولا عبء عليه هو؟ على مين؟ على الملك. لا الملك مش فاهم حاجه، ما عندوش اي معلومات خالص. بالظبط، ما هو ممكن يعني هي تكلفه كوست على الملك يعني.
هو جاب المقاول، هو هو حمل المقاول كل الريسك اللي في المشروع او كل الريسك، فالسعر عالي، الريسك كله فالسعر عالي. بس الاي بي سي قيمته ايه بقى؟ زيرو لايبيليتي، ما عليكش اي نوع من انواع اللايبيليتي خالص. تمام تمام تمام. طيب وبعدين عندنا الجرين بوك، ده حاجه كده من 15 يعني كلوز 15 بند، حاجه لطيفه كده في سنه 99. قال ان ده سمبل وريبيتيتيف ورك للاعمال اللي ما تزيدش عن نص مليون دولار وقتها، وما يزيدش مدته عن 12 شهر. ده اقترحهم يعني الجماعه بتوع الفيدك. ويقول لك الديزاين باي ايذر بارتي، يعني ممكن المالك اللي يعمل التصميم ممكن المقاول، بات كومنلي امبلوير تيكس اوفر ذا ديزاين. بالانس شيرنج، نو انجينير بات امبلوير مي ابوينت ريبريزنتيف، ما فيش يعني الموضوع مش مستاهل استشاري. بايمنت اون لام سم اور اني اذر بيزز اكوردنج تو فاليو اوف وركس، يعني هو معمول لام سم بس ممكن نعمله اي حاجه ثانيه. هو في لام سم وفي ريميجرد وفي ايه ثاني؟ كوست بلس. كوست بلس يعني ايه كوست بلس؟ يعني بياخد يعني بدون الورك قصاد برسنتج، يعني احنا بنشتغل احنا بنشتغل اوبن بوك. يس انا بطلع فواتيري كلها راي كوست بتاعي ثمن الحاجه وممكن يبقى كوست بلس برسنتج، ممكن يكون كوست بلس فيكسد فيه، وممكن يكون كوست بلس انسنتيف. تمام؟ انسنتيف يعني حافز، يعني انت مثلا لو خلصت بالبادجت الفلانيه هيبقى حسابنا بالشكل الفلاني، بالبادجت الفلانيه حسابنا بالشكل الفلاني، خلصت في المده الفلانيه تاخد النسبه الفلانيه، طب طولت شويه في المده الفلانيه تاخد نسبه اقل شويه كده. اتفقنا؟ بالنسبه لنا في مصر هنا في يورو اكوفلنت في بعض الحسابات. نعم بالنسبة لنا في مصر هنا في بعض العقود بتكون يورو اكويفالنت، يعني على حسب تغير اليورو مع لا لا لا، انت لما بتيجي تثبت سعر العملة ده ملوش علاقة بطريقة الحساب. ما انا ممكن يكون العقد بتاعي لمسم، ممكن يكون العقد بتاعي ريميجرد ومثبت سعر الدولار في العقد. بالظبط انا بقول لحضرتك لا لا ملوش علاقة. لا لا، طريقة الحساب، طريقة الحساب حاجة، الميكانيزم بتاع تعديل سعر العقد حاجة تانية. يعني أنا ممكن أتفق إن أنا مثبت سعر السولر، السولر لو عالي آخد تعويض فرق السولر، صح؟ ده ملوش علاقة هو أنا بتحاسب مقطوعية ولا منفذ في الطبيعة. زاد على ده وزاد على ده، صح؟ صح. فطريقة الحساب فطريقة الحساب موضوع، وتعديل ثمن العقد موضوع تاني، لان احنا بنحسب ان تعديل فرق تعديل العقد نتيجه فرق العمله ده تعويض مش حساب. هو مش تعويض، هو مش تعويض، لان هو سين ان انت ليه، هو انت بتتربح من فرق السولر؟ لا مش مظبوط. بتتربح سين، احنا مثلا كنا متعاقدين واليورو ب 20 جنيه، حلو. لما انا جيت نفذت اليورو بقى 18 جنيه، فهو ما بقاش تعويض، انا خسرت. ما هو انت ليك وعليك. بالظبط. ماشي، ما هو انت بدل المالك ما بيعوضك انت بتعوض المالك، ما هو اسمه تعويض. بالظبط. بالظبط صح كده؟ عشان كده اسمه ايكوفلنت، ما فيهوش لا تعويض ولا حاجه. يعني انا بحكي لك على اللي انا عارفه، انما اي حد يسمي اي حاجه اي، يعني لو احنا اتفقنا ان احنا نسميه اي حاجه طالما اتفقنا خلاص. هو طبيعته بالزبط. ايه؟ ما هو انت فلوس بتتحرك بين الاطراف بطريقتين ما لهمش تالت، يا اما حساب يا اما تعويض. انا ما ينفعش اتربح من القرارات الحكوميه. انت فاهمني هندسه؟ فاهم حضرتك. يعني انا في قواضي كتير اربيتريشن، جزء منها انا قريته وجزء انا حضرته كنت شغال فيه، المدعي بيخسر عشان الطرف الثاني بيثبت انه بيتربح من مكان المفروض هو ما يتربحش منه. اتفقنا؟ انت بتاخد فرق السولر لان انت بيحصل عليك ضرر
الطرفين متفقين ان الضرر ده بيتحمله المالك، لكن انت ما بتتربحش من فرق السلف. اتفقنا؟ ايوه ماشي الحال. طيب بيقول لك هنا السليكشن استراتيجي، لو احنا دلوقتي عايزين نختار عقد من العقود اللي فاتت دي او اي عقد يعني داخلين على مشروع وعايزين نختار ايه عقد، فبنسال نفسنا سؤالين مهمين قبل ما نبتدي ننقي العقد اللي هنشتغل بيه او الشروط اللي هنكتبها. Who does the design؟ مين اللي هيعمل الديزاين؟ Who bears the risk for changing quantities؟ هو ايه الفرق بين العقد الريميجرد والعقد اللمسم؟ الفرق بين العقد الريميجرد والعقد اللمسم مين يتحمل الريسك بتاع فرق الكميات بس كده، مفيش اي فرق تاني. في العقد الريميجرد اللي بيتحمل الريسك بتاع فرق الكميات المالك، في العقد اللمسم اللي بيتحمل الريسك بتاع فرق الكميات المقاول. لأن المالك في العقد الريميجرد بيقول للمقاول أنا متفق معاك على سعر الوحدة المتر بكام، أنت هتنفذ كام متر ما تشغلش بالك أنا هدفع لك. والمالك بينفذ العقد الريميجرد لو درجة الأكيورسي بتاعت الديزاين بتاعته عالية، لأن فرق الكميات مش هيبقى كبير. لكن انا لو انا مالك ومش واثق في التصميم اللي في ايدي، ايه الاحسن ريميجرد ولا لمسم؟ لمسم. علشان اقول للمقاول خلي بالك احنا المبلغ اللي احنا هنتفق عليه ده انت هتنفذ بيه العقد، عملت متر عملت 100 متر هو انت هتاخد الفلوس دي مفيش غيرها، فلازم المقاول يمسك اللوحه ويمسك المواصفه ويمسك البي او كيو ويراجعهم مع بعض ويحصر الكميات بإيده، لأنه عارف إن لو الكميات ضربت منه هيخسر. تمام؟ في حد عنده مشكلة في اللي أنا قلته؟ فالمقاول اللي يخش يسعر في عقد لمسة ويسعر البي او كيو من غير ما يبص في اللوحة بيودي نفسه في داهية، لأن لو حاجة موجودة في اللوحة ومش موجودة في البي او كيو ده مش هينفذه حتى لو في اللوحة بس مش موجود في المقايسة. طيب الجماعة بتوع الفيدك على الويب سايت بتاعهم عملوا زي فلوت شارت كده لطيف دمه خفيف يعني على الاستراتيجي بتاعت اختيار الايه العقود. فعلى الشمال خالص هنا كده بيقول لك لو العقد ستريت فورورد يعني وما فيهوش حاجه معقده خد الشورت فورم. طب مش كده الموضوع معقد شويه ويحتاج استشاري، خد البوك اللي هو الامبلوير ديزاين. تمام. طيب الموضوع الانجينيرنج كومبلكسيتي بتاعته عاليه جدا وفي نو هاو بتاعت المقاول، خد اليلو بوك اللي هو البلانت وال ديزاين بيلت. طب المالك ملوش في اي حاجه خالص وعايز المقاول يجي يعني يحط هو كل حاجه وياخد الحاجه على الجهاز، ياخد الاي بي سي اللي هو الفيكسد برايس لحظه. طب ما فيش اي حاجه عجباكم من الكلام ده، تاخدوا بعضكم بقى وتتفقوا على ايه شروط تبقى اد هوك مش هتبقى تبع الايه الفكرة. ممكن استاذنكم ناخد بريك 5 دقايق كده قبل ما نكمل تاني. تمام. الساعه دلوقتي في الساعه 8، فانا لما ارجع هكتب على الواتساب علشان اللي مش قاعد على اللابتوب او التليفون ياخد باله، فخلوا بس عينيكوا على الواتساب يا جماعه الله يكرمكم. ماشي يا باشمهندس، شكرا. ماشي.
نكمل من دلوقتي بقى يا جماعة. هنبتدي نتكلم في الفيديك الريد بوك الـ99. ده الكفر بتاعه زي ما حضراتكم شايفين. Conditions of contract for construction for building. باشمهندس رامي احنا لسه بادئين حالا اهو. باشمهندس انا كان عندي استفسار سريع من فضلك. تحت امرك اتفضل. هو الفيدك بيختص بالكونستراكشن فقط ولا برضو ممكن كمان يكون جزء في عقود التشغيل والصيانه؟ لا ما شفتش حاجه في الفيدك ال 99 تشغيل وصيانه كونستراكشن. تمام. لكن ممكن حضرتك تعدله بحيث انه يتناسب مع التشغيل والصيانه، انما حاجه نازله جاهزه تشغيل وصيانه لا. يعني حضرتك الكونستراكشن دي شامله اعمال مدنيه كهربائيه اعمال مقاولات ميكانيك ولا هي اعمال مدني بس؟ لا لا اعمال مقاولات. اي اعمال مقاولات؟ يعني ممكن اعمال الكتروميكانيك برضه في الاشمال الفيدك الاحمر. نعم اعمال الكتروميكانيك ممكن يخضع للفيدك الاحمر الريد بوك. ما يخضعش ليه؟ الفيدك ده مسوده. مسوده عقد احنا بنطوعها وبنعدلها طبقا للسكوب. السكوب موضوع يعني بيختلف من مشروع لمشروع. احنا مثلا لو عملنا شغل متكامل مثلا عملنا فيلل الفيدك هيختلف لو عملنا عماره؟ لا، هو السكوب ده حاجه مختلفه احنا بنحددها يعني. وحضرتك لما نخش جوه الفيدك ونقرا حضرتك هتاخد بالك ان يعني هو فضفاض وبيحتمل ان يتظبط طبقا لاحتياجات كل مشروع. لكن الكتروميكانيكال او سيفل او كده هي حاجات في طبيعتها انشاءات يعني. التشغيل والصيانه ده كونسبت مختلف في التزامات الطرفين يعني. طيب فهو هنا بيقولوا conditions of contract for construction for building and engineering works designed by the employer. يعني هو المالك اللي عمل التصميم. هم حاطين هنا في الكتاب اللي احنا هنقراه ده general conditions الشروط العامة، particular conditions الشروط الخاصة، وsample forms شوية forms كده دمها خفيف احنا بنحتاجها دايما. هم حطوا اقتراحات نستخدمها ازاي. تمام. الفلوت شارت اللي قدامنا ده او التايم لاين اللي قدامنا ده مهم نقراه مع بعض علشان نتفق من الاول خالص كده دورة حياة العقد جوه الفيدك عاملة ازاي، او الجماعة بتوع الفيدك شايفينها ازاي، اللايف سايكل بتاعت البروجكت يعني. فلو احنا ابتدينا من الشمال خالص اقصى الشمال عند اول خط كده فوق بيقول لحضرتك ايه الفيدك بادي معاك من فين. ايشو اوف ذا تندر دوكيمنتس. يعني ايه ايشو اوف ذا تندر دوكيمنتس؟ يعني ايه تندر دوكيمنتس اصلا؟ تندر دوكيمنتس هي مستندات الطرح او مستندات المناقصه. فايشو اوف ذا تندر دوكيمنتس هي طرح المناقصه او التندرز او البيدرز او المناقصين يستلموا ايه؟ المستندات بتاعه المناقصه او مستندات الطرح. تمام. هل احنا كلنا عندنا خلفيه هي ايه مستندات التندر؟ يعني التندر دوكيمنتس دي بتتكون من ايه؟ ولا في حد يحب ندردش فيها كده سريعا؟ يا ريت توضح يا باشمهندس. طيب انا دلوقتي راجل مالك وعايز اعمل مشروع، رحت جبت راجل استشاري وقلت له يا عمي انا عايزك تعمل لي تصميم، عمل التصميم. قلت له طيب التكلفه المبدئيه يعني البادجيتري كوست استيميت بتاعت المشروع ده قال لي قد ايه؟ قال لي 100 مليون. قلت له طيب انا عايز مقاول نعمل ايه؟ قال لي احنا نعمل مناقصه. نعمل مناقصه يعني احنا نعمل منافسه بين كذا مقاول علشان كل واحد يدرس ويتقدم بسعر وناخد اللي احنا هنختاره بقى، يعني يا اما المقبول فني واقل سعر، يا اما اللي جايب اعلى سعر اعتباري، اقل سعر اعتباري،
يا اما بالطريقه الترسيه اللي احنا نتفق عليها. انما في الاخر احنا عايزين ايه؟ نطرح الكلام ده على الناس تدرسه، وبعدين ايه؟ يدونا اسعار ناخد اللي يناسبه. فاول حاجه بيجهزها الراجل الاستشاري هي اللوحات والمواصفات والبي او كيو اللي هي المستندات اللي احنا عارفينها، وبيزود عليها حاجه اسمها كراسه الشروط او ارشادات لمقدمي العطاء او الانستراكشن تو بيدرز او انستراكشن تو تندرز، اللي هو بيقول للناس احنا عايزينكم تقدموا في مظروف واحد فني ومالي او مظروفين، مظروف فني ومظروف مالي، احنا هنقيم بالدرجات، احنا هنقيمكم بالمعادله، اللي ينجح فني لازم يجيب اقل درجه كذا، لو في اخطاء حسابيه هنصلحها بالطريقه الفلانيه، اخر ميعاد للاستفسارات كذا، اللي بيشرحوا فيه المناقصه هتمشي ازاي وهنقيمكم ازاي وهندرس ازاي، وبيبقى مرفق بكراسة الشروط دي او الارشادات لمقدمي العطاء بقيه الحاجات اللي هيدرسوها، شروط العقد، اللوح، المواصفات، المقايسات، المرحقات، هي دي الكلام ده كله على بعضه كده هو دون التندر دوكتس او مستندات المناقصه او مستندات الطرح. تمام؟ تمام. فهو ايشو اوف تندر ايه؟ دوكيمنتس اللي هو الطرح، او المناقصين او المقاولين يستلموا ايه؟ المستندات بتاعت المناقصه. وبعدين هو تحت هنا افترض مده غير معلومه اللي هي التندر ايه؟ بيريد. اللي هي فتره الدراسه بتاعت المناقصه. انا بعد ما اديت الحاجه دي للناس المفروض الحاجه دي هت ايه؟ الناس هياخدوا الحاجه دي ويدرسوها. جوه التندر بيريد دي في حدثين مهمين جدا لازم ناخد بالنا منهم. اول حاجه اجتماع بيعمله المالك او الاستشاري اسمه اجتماع ما قبل تقديم العطاءات او البري بيد ميتنج. المالك او الاستشاري بيلموا المقاولين في اجتماع بعد مثلا 3 4 ايام مما المقاولين استلموا المستندات المناقصه، ويقعدوا يدوهم نبذه عن المشروع، شكل المستندات اللي احنا عايزينكم تسعروها عامله ازاي علشان لما يبقى صح، احنا مهتمين بايه، خلوا بالكم من ايه، الفكر التصميمي ايه كده يعني. وبعدين بيتحدد، ان ما كانش متحدد قبل كده، اخر ميعاد لاستقبال استفسارات المقاولين. هم المقاولين يقدروا يبعتوا استفسارات لحد امتى؟ لان وارد انا مقاول الاقي حاجه في المستندات بتاعه المناقصه انا مش فاهمها، الاقي حاجه غلط، عايز اسال، عايز استفسر. تمام؟ فبيقولوا اخر ميعاد لاستلام الاستفسارات امتى، واخر ميعاد للرد عليها امتى. لو احنا في زمايل مننا استشاريين، انا انصحك ان انت لو هتاخد القرار في المواعيد دي خلي دايما الوقت اللي ما بين الرد على الاستفسارات وميعاد تقديم العطاء ما يقلش عن 3 4 ايام. يعني بلاش ارد على الاستفسارات النهارده تقدم بكره دي. ليه؟ لان المقاول هياخد الرد بتاعك على الاستفسارات بتاعته وهيسال سب كونتراكتور عنده، هيسال سبلاير، فالناس دي هتاخد وقت عشان ترد عليه. فعلشان انت تساعده انه يقدم لك سعر حقيقي لازم تساعده ان هو يدرس ايه كويس. فانت عندك الايشو اوف ذا تندر دوكيومنتس الطرح بتاع المناقصه، وبعدين عندك التندر بيريد، وبين عندك الايه سبمشن اوف تندر اللي هو تاريخ تقديم الايه العطاءات او العروض الفنيه والماليه. الفيدك عنده حاجه في النص كده بيسميها البيز ديت. البيز ديت ده اللي هو ايه؟ تاريخ الاساس. في المشاريع الكبيره اللي المدد بتاعتها طويله واللي بتستدعي ان احنا نثبت سعر مواد معينه او نثبت سعر عمله، فهم بيختاروا التاريخ ده او الفيدك بيقترح التاريخ ده اللي هو 28 يوم قبل تاريخ تقديم العطاءات. ده تاريخ الاساس اللي هنثبت فيه سعر العمله او هنثبت فيه اسعار المواد اللي احنا عايزينها. في مصر هنا البيز ديت ده هو نفسه بيبقى تاريخ ايه؟ تقديم العطاءات او فتح المظاريف نفسه. وبعدين يجي عندنا السبمشن اوف، لو في حاجه يا جماعه انا بقولها حد مش فاهم يسالني يقول لي اشرح. وبعدين بنيجي بعد كده على السبمشن اوف ذا تندر، طريق تقديم الايه؟ العروض بقى، تقديم العطاءات نفسها. والفيدك ساب مده مفتوحه هنا. المده دي ما بين تاريخ تقديم العطاءات او تقديم العروض
لحد الايشو اوف ذا ليتر اوف اكسبتنس. ايه الليتر اوف اكسبتنس ده؟ اللي هو امر الاسناد، سموه ليتر اوف اكسبتنس او ليتر اوف اوورد. وبرده في يعني مشكله كده حاصله، اللخبطه اللي ما بين الليتر اوف اكسبتنس والليتر اوف انتنت. ممكن لما نخش جوه في الكومنسمنت نشرح النقطه دي. فالفتره دي الفتره اللي المالك او الاستشاري بيدرسوا فيها العطاءات بتاعه المقاولين وبيفاوضوا فيها المقاولين، ولما يرسوا على مقاول يطلعوا ايه؟ امر الاسناد، ايشو اوف ذا ليتر اوف ايه؟ اوف اكسبتنس. الفيدك بيقول للمالك وبيقول للاستشاري، اول حاجه يا مالك تعملها بعد ما تطلع امر الاسناد، اول حاجه خالص تعملها ان انت تاخد ايه؟ البرفورمانس سيكيورتي. هو ايه البرفورمانس سيكيورتي ده؟ البرفورمانس سيكيورتي ده اللي هو خطاب ضمان تامين الاعمال. خطاب ضمان ايه؟ تامين الاعمال. احنا عندنا في اي مشروع بيكون فيه ثلاث خطابات ضمان. ده انتوا عارفينهم ولا تحبوا نتكلم فيهم؟ نتكلم فيهم. معلش مش سامع. نتكلم فيهم يا ريت نتكلم فيهم. تمام. اول خطاب ضمان خالص اللي هو التندر بوند او البيد بوند او خطاب ضمان تامين جديه العطاء. المالك وهو بيطلب من المقاولين ان يقدموا التندرز بتاعتهم او العروض الفنيه والماليه بتاعتهم، ان هم يقدموا خطاب ضمان تامين العطاء. ليه؟ لان هو المالك بيطلب من المقاولين ان الفاليديتي او فتره سريان العروض بتاعتهم تبقى مثلا 60 يوم، 90 يوم، 120 يوم. لو في مقاول او اثنين مقاولين او ثلاثه مقاولين جم في وسط المناقصه بعد ما قدموا قالوا للمالك والله احنا ايه مش لاعبين خلاص، لا احنا بنلغي العروض بتاعتنا دي وهنمشي ونسيبك كده، هم بوظوا المناقصه. والراجل علشان يبتدي المناقصه تاني من جديد هيضيع منه وقت وهيضيع منه مجهود. فلازم الناس وهي بتقدم العطاءات بتاعتها العروض بتاعتها تقدم معاها خطاب ضمان، بيسموه خطاب ضمان تأمين العطاء أو تأمين جدية العطاء، وبالإنجليزي البيت بوند أو التندر بوند. وده قيمته بتكون من 1 لـ2% من قيمة الأوفر بتاع المقاول، من 1 لـ2% من قيمة الأوفر بتاع إيه؟ المقاول. وفي ملاك ساعات بيحطوا في الكراسة قيمة خطاب الضمان، وده مش مظبوط او غلط، لان المقاول من قيمه خطاب الضمان اللي المالك بيحددها بيقدر يتوقع البادجت بتاعه المالك عامله ازاي. فانا انصح لو انت مالك او لو انت استشاري ما تحددش قيمه خطاب الضمان بتاع تامين العطاءات، خليه نسبه 1 لـ2% من قيمه الاوفر بتاع المقاول. ولو انت هتطرح بنظام المظروفين، مظروف فني ومظروف مالي، يعني اللي هينجح فني تفتح المظروف المالي بتاعه خليه يحط خطاب الضمان في العرض الفني بتاعه، ما يحطوش في العرض المالي، لان لو حطه في العرض المالي انت مش هتعرف تفتحه، لان انت هتفتح الفني الاول. فدايما تقول للمقاول يحط خطاب الضمان بتاعه في العرض الايه الفني او في ظرف منفصل. طيب دلوقتي المالك رسي على مقاول خلاص تمام، فبعد ما رسي على مقاول نقل المقاول دون، هيرجع خطابات الضمان بتاعه التندر بوند او البيت بوند لبقيه المقاولين اللي هو ما نقاهمش ما خدهمش، فخلاص خطابات الضمان دي ملهاش لازمه، هو مش هيعمل حاجه بعرضهم. انما الراجل المقاول اللي نجح ده المالك هيخلي معاه خطاب الضمان دون لحد ما المقاول يجيب له خطابين الضمان التانيين اللي هم ايه؟ اول واحد خالص واهم واحد اللي هو البرفورمانس بوند او البرفورمانس سيكيورتي اللي هو خطاب ضمان تامين الاعمال، وده بيبتدي من اول يوم في المشروع لحد انتهاء فتره اصلاح العيوب اللي احنا مجازا بنقول عليها في السوق بتاعنا فتره الضمان. والخطاب ده بتبقى في الدارج يعني في العموم بتبقى قيمته 10% من قيمه الايه العقد، 10% من قيمة الايه العقد.
وثالث خطاب هو خطاب ضمان الدفعة المقدمة. أنا دلوقتي راجل مالك وهدي المقاول دفعة مقدمة، لو أنا اديت له الفلوس بتاعت الدفعة المقدمة دي ممكن ما يجيش بكرة، إنما أنا لو خدت منه خطاب ضمان أبقى أنا ضامن حقي إن لو الراجل ده ما جاش أو أخلي بالتزاماته أروح أخد الفلوس منين؟ من البنك. خطابات الضمان يا جماعة ده ورقة بيطلعها البنك، ورقة بيطلعها البنك بتاع المقاول بتروح للمالك. بموجب الورقة دي المالك يقدر يروح يسيل أو يصرف المبلغ اللي مكتوب في خطاب الضمان ده من البنك، تمام؟ فخطاب الضمان ده مش فلوس، خطاب الضمان دي ايه؟ ورقة. اتفقنا؟ وبعد ما المالك ياخد خطاب ضمان تأمين الأعمال يرجع للمقاول خطاب ضمان الايه؟ التندر، التندر بوند أو خطاب ضمان تأمين جدية العطاء. اتفقنا؟ ماشي؟ فدول الثلاث خطابات ضمان في أي إيه؟ مشروع. حلو. فإحنا عندنا الـ issue of letter of acceptance. الفيدك بيقول للمالك يا مالك يا استشاري أول حاجة تتعمل، أول حاجة تتعمل قبل ما تدي المقاول الدفعة المقدمة، قبل ما تسلم المقاول الموقع، قبل أي حاجة خالص تاخد منه إيه؟ خطاب ضمان تأمين اللي هو 10%. ليه بقى الفيدك بيوصي على الكلام ده؟ لأن ساعات كتير المقاول يقول للمالك طب سلمني الموقع وأنا هنزل المشروع، وأول لما أنزل على طول إحنا بنخلص حاجة في البنك كده وهجيب لك خطاب الضمان، اديني الدفعة المقدمة وأنا هديك خطاب ضمان الدفعة المقدمة وخطاب ضمان تأمين الأعمال ده إحنا بنطلعه وهديهولك على طول. المهم المقاول ينزل ويبتدي يشتغل والمالك يغرز معاه، فين يا عم خطاب تأمين الأعمال متأخر، فين يا عم خطاب تأمين الأعمال مش عارفين. فأحسن حاجة يا مالك أو يا استشاري تعملها قبل ما المشروع يبتدي خالص، قبل ما تسلم المقاول الموقع أو تديله الدفعة المقدمة، حتى لو جاب لك خطاب الدفعة المقدمة، إن أنت تاخد منه خطاب إيه؟ تأمين الأعمال، خطاب ضمان تأمين الأعمال. اتفقنا؟ ماشي. بعد أمر الإسناد ساب حبة وقت كده وبعدين قال لك الكومنس من ديت، وبعدين قال لك ايه الكومنس من ديت. فالفيدك هنا فصل ما بين امر الاسناد وتاريخ البدايه، فصل ما بين امر الاسناد وتاريخ ايه البدايه. في عقود كتير احنا بنشوفها بيبقى مكتوب فيها ان تاريخ البدايه هو تاريخ امر الاسناد، وفي عقود تانية بنشوف إن تاريخ البداية هو تاريخ استلام الموقع، وفي عقود بيبقى مكتوب فيها تاريخ البداية وتاريخ استلام الدفعة المقدمة، وفي عقود بيبقى مكتوب فيها كل ده ومكتوب فيها أيهما إيه؟ لاحق. ده latest of يعني آخر حاجة تتحقق من دول هو تاريخ الإيه؟ البداية. طيب دلوقتي لو المقاول قدم أوفر عرض فني ومالي والمالك قبله وطلع له ايه؟ امر اسناد، هل احنا كده بينا التزام المالك والمقاول بينهم التزام، ولا الالتزام هيحصل لما يمضوا العقد؟ اصبح في التزام كده، التزام في التزام، يعني نشأ بينهم التزام قانوني، لان اركان العقد في القانون ثلاثة وفي ناس بيقولوا أربعة بس هو مبدئيا ثلاثة. أول حاجة فيهم خالص القبول والإيجاب اللي هو بالإنجليزي الأوفر أند أكسبتنس، يعني أنا أديت لحضرتك عرض وحضرتك طلعت لي أمر إيه؟ إسناد. اتحقق كده القبول والإيجاب، يعني إحنا نشأ بينا التزام إيه؟ قانوني. الشرطين التانيين هما المحل والسبب، وفي ناس بتقول اللي في شرط رابع اللي هو الأهلية أو الأهلية. تمام؟ فهنا الفيدك فصل ما بين الليتر اوف اكسبتنس القبول أو أمر الإسناد والكومنسمنت إيه؟ ديت. وبعدين بعد الكومنسمنت ديت تاريخ البداية الفيدك قال لك
في تايم فور كومبليشن، وقت لتنفيذ الايه الاعمال. كلام عظيم. وبعدين بعد ما جينا هنا الفيدك افترض ان المقاول هيتاخر زي اي مشروع، المشاريع كلها بتتاخر يعني، فمن الطبيعي والمنطقي ان الفيدك يتوقع ان ايه مشروع هيتاخر. وقال لك ان الديلي ده او التاخير ده اتريبيوتابل تو ذا كونتراكتور. اتريبيوتابل تو يعني راجع الى او بسبب المقاول. فانت تاريخ النهايه ترحل من هنا راح فين؟ هنا اهو. وبعدين هنا لما الشغل خلص خلاص قام الاستشاري طلع التيكينج اوفر سيرتيفيكت، ايشو اوف تيكينج اوفر ايه سيرتيفيكت. التيكينج اوفر ده اللي هو في الدارج عندنا احنا في العقود بتاعتنا ايه التسليم الابتدائي. التسليم الابتدائي الفيدك بقى ما فيهوش موضوع التسليم الابتدائي والتسليم النهائي، ما فيهوش كده، مش باصص للموضوع بالطريقه دي. هو بيقول لك ان لما المقاول خلص شغله والشغل اصبح جاهز ان المالك يستلمه، فالمالك استلمه وطلع التيكينج اوفر ايه سيرتيفيكت. هو تيك اوفر يعني ايه؟ كلمه تيك اوفر بالانجليزي تيك اوفر يعني استحواذ او احتلال، صح؟ فدي شهاده ان المالك، شهاده بتفيد ان المالك احتل المكان او ابتدى في انه يستغل او يستخدم او يأوكيوباي المكان. اللحظه دي الخط ده كل اللي على الشمال دون كونستراكشن ديوريشن او كونستراكشن فيز، كل اللي على اليمين ده اوبريشن فيز. يعني على الشمال الموقع كان في حيازه مين؟ هنا المقاول. طب على اليمين الموقع في حيازه مين؟ الاونر. على الشمال اللي كان مسؤول عن السكيورتي والسيفتي وكل حاجه جوه الموقع كان المقاول. اللي على اليمين المالك. اللي على الشمال الاستاف بتاع المقاول كان هو اللي في الموقع. على اليمين مفيش حد من المقاول في المشروع والمالك هو اللي ايه قاعد. فسموها تيكينج اوفر. هنا مفيش تسليم ابتدائي، هو في تسليم مره واحده بس، المالك بيجي يستلم الايه الشغل ويحتل المبنى ويستغله ويديره والمقاول ايه بيخرج. اتفقنا؟ بعد اللحظه دي اللي المقاول بيخرج فيها وبتنتهي الكونستراكشن فيز والمالك بيخش فيها وبتبتدي الاوبريشن فيز، بنبتدي فتره اسمها الديفكتس نوتيفيكيشن بيريد. ديفكتس يعني ايه؟ عيوب. عيوب. نوتيفيكيشن يعني ايه؟ اختار. اختار. بيريد مده. يعني فتره الاختار للعيوب. فتره اختار الايه؟ العيوب. العيوب احنا بنسميها مجازا في السوق عندنا ايه؟ فتره الضمان. الضمان. هو ايه الفرق بين الاختار العيوب والضمان؟ يعني ليه ما سموهاش جارانتي مثلا او وارانتي مثلا؟ مش عارفه، انا حاسه ان هي يعني الفتره دي الناس بتجرب فيها حاجه وتقول اللي حصل، لكن الضمان ده حاجه مستمره سنتين او ثلاثه يعني. انا 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 يعني مش معاكي في انها تايم ريليتد، مش معاكي انها ليها علاقه بالمده، لان الديفكتس نوتيفيكيشن بيريد احنا ممكن نتفق على المده بتاعتها. الديفكتس نوتيفيكيشن بيريد معناها ان المقاول بيصلح العيوب اللي المالك هيخطره بيها. ايه شبه سناجنج ليست يعني؟ لا، سناج ليست دي بتبقى قبل التسليم مش بعد التسليم. اوكي. انما مثلا سوري سناج ليست اوف اوبننج فور اكزامبل لو احنا مكان. طيب هقول لك حاجه، هقول لك رايي في الجزئيه دي. اوكي طيب. الفرق بين الديفكس نوتيفيكيشن بيريد والضمان ان الديفكس نوتيفيكيشن بيريد معناها ان المقاول قاعد بره الموقع
وعشان يروح يصلح العيوب لازم المالك ايه؟ يقول له تعالى يختاره. انما لو مده اختار العيوب ابتدت، اللي هي فتره الضمان مجازا يعني، ابتدت وخلصت والمالك ما اختارش المقاول انه يجي يصلح المقاول، ما عليهوش حاجه لان هو بره الموقع، صح كده؟ اها. انما كلمه الضمان معناها ايه؟ ان انا ملزم اصلح العيب سواء انت اخترتني او لا، انا ضامن ليه. اوكي. تمام؟ وهنا احنا بيحدد المسؤولية بتاعت المقاول تجاه إصلاح العيوب في الشغل. طب معلش سوري، هل هي الـ notification period بتاعت الـ defects بتبقى يعني ليها وقت محدد؟ على حسب ما نتفق. على حسب ما نتفق. الدارج والمعمول بيه سنة. تمام سنة. اتفقنا على سنتين. ثلاثة. تمام. يعني انت مثلا في العقود بتاعت محطات المياه والكهرباء الدي ان بي بتبقى ثلاث سنين، من ثلاث لخمس سنين. انما احنا لو بنعمل شويه فلل وعماره وبتاع السنه اللي احنا عارفينها. تمام. تمام؟ فهو قال هنا فتره اختار العيوب بتمتد من اللحظه دي للحظه اللي انا بشاور عليها دي. تمام؟ وبعدين افترض ان في اخر يوم في فترة الإخطار بالعيوب المالك أخطر المقاول بعيب، فساب فترة هنا كده مش معلومة المدة وسمى هنا نهاية الحدث ده remedying of defects، المقاول صلح الإيه؟ العيب. العيب هنا. فلما المقاول أتم التزامه بإصلاح العيوب قام المالك طلع له حاجة اسمها البرفورمانس إيه؟ سيرتيفيكت، اللي هي شهادة إتمام الأعمال. إيه؟ إتمام الأعمال. إتمام الأعمال اللي إحنا مجازا في السوق عندنا بنقول اسمها إيه؟ تأمين نهائي. التسليم النهائي. بس هو في الحقيقة التسليم كان مرة واحدة بس. هو المقاول ما سلمش مرتين لسبب بسيط، إن في المرة التانية المقاول مش موجود أصلا. فالفيدك بيبص للكلوجر بتاع المشروع ان التيكينج اوفر سيرتيفيكت هو ده التسليم، المقاول بيخرج والملك ايه؟ بيخش. بيتبقى على المقاول عبء اللي هو اصلاح العيوب. بنهايه فتره اصلاح العيوب لما تنتهي بنجاح الملك يطلع له شهاده اتمام الايه؟ الاعمال. وبعد 21 يوم زي ما الفيدك اقترح من اصدار شهاده اتمام الاعمال، فاكرين البرفورمانس سكيورتي اللي طلع في اول المشروع ده؟ المالك يرجعه للمقاول بقى. اتفقنا؟ طيب باشمهندس اتفضل. مش ممكن في بعض المشاريع يكون التسليم على مراحل؟ ممكن طبعا. يعني انت طيب. ان هيكون في اكتر من تيكينج اوفر سيرتيفيكت لو في مايلستون. طيب في الحالة ديت هل بيقوم مثلا بتعديل خطاب الضمان؟ يعني أنا مثلا أنهي خطاب ضمان؟ البرفورمانس؟ اللي هو البرفورمانس بوند. على حسب ما نتفق. لو العقد بتاع حضرتك بيسمح لك إن أنت تخفض قيمة خطاب الضمان كل ما تسلم جزء كان بها. طب العقد بتاعك ما سمحش كده، خلاص هنروح نتحايل عليهم شوية ويقبلوا يا ما يقبلوش يعني. تمام. والسؤال تاني، هو البنك لما بيطلع خطابات الضمان لازم بيبقى في حد اقصى، يعني الحد الاقصى للضمان البنكي يعني مثلا؟ لا حضرتك قصدك حد انت بتغطي الخطاب ضمان قد ايه يعني؟ بالظبط. انت قصدك المبلغ اللي انت بتغطي بيه خطاب الضمان؟ يعني انا مثلا المفروض مثلا مشروع قيمته مليار، وساعتها المقاول المفروض خطاب الضمان بيطلع بقيمه 10% من قيمه الاعمال زي ما قلت، صح؟ مثلا. تمام، يعني هيبقى مثلا في حدود ال 100 مليون مثلا. لازم يكون في انت شغال في العاصمه ولا ايه؟ لا انا بس بسال يعني. تمام. فدلوقتي يعني هل لازم المقاول يكون عنده رصيد او قيمه؟ انا هقول لحضرتك حاجه، لو شركه صغيره ما لهاش شغل مع البنوك وده اول مشروع ليها لازم يغطي الضمان بالكامل.
ممتاز. لو شركة متوسطة وليهم سابقة أعمال بس هم يعني ما طلعوش خطابات ضمان يعني بالحجم ده قبل كده، بيغطوا مثلا حوالي 15% منه. لو هم كبار عملاء، حسن علام أوراسكوم بتاع، ممكن يغطوا 5% أو ما يدفعوش خالص. تمام ممتاز. يعني ده طيب الدارج. بالنسبة للشركات اللي مثلا بتبقى الصغيرة والمتوسطة، تمام، ما يقدرش يخش في كذا مشروع، يعني هو مثلا داخل على كذا لا، ما مشروع. هو ما فيش حاجة اسمها، لا ما انا هقول لحضرتك هي ما بتبقاش كده. هو حضرتك لما بتبقى شغال في المقاولات وبقالك كذا سنة وبتطلع ميزانيات بتقدمها للبنوك، معدي عليك اكتر من 3 سنين بتطلع ميزانيات بتقدمها للبنوك، كل بنك بيعمل لك حاجة اسمها الحد الائتماني. الحد الايه؟ الائتماني الحد الائتماني ده مقسوم نصين او حاجتين يعني. الحاجة الأولانية هي الليميت بتاع الضمان، خطابات الضمان، عندك حد لخطابات الضمان، أنت تستهلكهم بقى في خطاب ضمان واحد، تعملهم في 10 خطابات ضمان، أنت ليك حد ائتماني. ماشي؟ والحاجة التانية هي تمويل المشاريع. يعني حضرتك لما بتيجي تخش مشروع وتمويل المشروع ده بيبقى عن طريق البنك، ليه بتعمل كده؟ حضرتك مثلا هتاخد الدفعة المقدمة النهاردة، صح؟ تمام. هتدفع شوية، هتعربن مقاولين الباطن، وهتدفع دفعات مقدمة للسبلايرز، وشوية حاجات هتشتريها من بره هتدفع حقها مثلا 100% بـ LC مثلا، وأصحاب الشركة هياخدوا شوية فلوس، صح كده؟ تمام. بقى عندك شوية فلوس صغيرة هتبتدي بيهم، هتخش المشروع، هتعمل موبايلايزيشن، هتنزل ناس ستاف في أول المشروع خالص. أنت أول شهر مستخلصك بيبقى تعبان ما بتعملش حاجة، تاني شهر الدنيا بتبتدي تقوم شوية معاك، شوية حفر على شوية خرسانات أهو الدنيا بتقوم، صح؟ لو فرضنا تمام. أنت هتقبض المستخلص بعد 60 يوم، يعني أنت هتمول أول 90 يوم، صح؟ ممتاز معاك. فلوس الدفعة المقدمة خلصت، هتروح لصاحب الشركة تقول له حط إيدك في جيبك بقى واصرف على المشروع، ولا الفجوة التمويلية دي مين اللي هيسدها؟ البنك. فأنت وأنت بتسعر من أول يوم بتبقى عارف، عادة يعني عادة المشاريع الاحتيادية بيظهر فيها فجوة تمويلية بعد 3 شهر، وفي البيك في نص المشروع لما بيبقى الكيرفات كلها في البيك بقى، يعني المان باور هيستوجرام في أعلى حاجة، والبروكيورمنت كله مفتح بقى، كل المقاولين شغالين وكل الموردين عايزين، في اللحظة دي البنك بيخش يمول معاك. فأنت بتبقى عامل حسابك في التسعير إن البنك هيخش يمول يسد الفجوات التمويلية دي، فأنت بتبقى عامل حساب مصاريف التمويل اللي هي البريميوم بتاع البنك. انت بقى زي ما انت ليك حد في خطابات الضمان، ليك حد في التمويل البنكي، تمام؟ تمام فهمتني كده؟ فهمت بقى. تمام ماشي. نحن في حد عنده مشكلة يا جماعة في التايم لاين اللي احنا اتكلمنا فيه ده؟ في حد عنده حاجة مضايقاه؟ تمام. طب معلش هو سؤال بالنسبة اتفضل. لحد التمويل البنكي، هل هو حاجة قانوني ولا حاجة متعارف عليها؟ يعني هي ليا مثلا في نسبة قانونية متعارف عليها، يعني ايه ولا نسبة، يعني ايه نسبة قانونية؟ يعني مثلا ما ينفعش نزيد التمويل البنكي مثلا لمشروع عن مثلا نسبة 60%، ولا هي يعني بتتقاس ازاي؟ ليه حضرتك قلت ان الموضوع محدود يعني؟ يعني ايه اللي خلاك تقول كده؟ انا بتكلم على التمويل. انا لا ما انا دلوقتي فاهم، واحد بس اكيد السؤال بتاعك ده وراه فكر معين، يعني انت اكيد في حاجه انت فكرت فيها خليتك ان التمويل هو لازم يكون له حد اقصى. هي كيس كانت كنا اشتغل يعني كنت اشتغلت فيها، كان مستشفى كانت طرحت تندر، يعني هو من الاخر كده انا كنت شايف ان الراجل تقريبا لا يملك اي شيء، يعني هو كانت مستشفى عايزه تعمل في اسكندريه، هو راح خد عمل عقد مع الجامعه ان هو يبني له مستشفى على الارض تبعهم، وبعد حلو. كده عايز ياخد قرض من البنك بضمان الارض وان البنك هيخش معاه شريك في المشروع ده في المالك، فتره. ده المالك. لا هو نفس البناء، يعني هو واحد راح لجامعه الارض تبع جامعه عين شمس، حلو. جامعه اسكندريه انا اسف، هياخد الارض، هياخد ارض فاضيه هرجعها لكم مستشفى بعد 25 سنه، الأرض اللي هو ملكه؟ هياخدها الأرض ملكه؟ لا ملك الجامعه،
وفي المقابل ان هو كان يعني هياخد حق الانتفاع نظير ان هو هيبنى لهم في المقابل. هو لا اللي انت عارف بتتكلم عليه ده دي حاجه شبه الايجار التمويلي كده، بس هو في نفس الوقت هو هياخد تقريبا الاعتماد كله كان جاي من البنك عشان كده المشروع. لا لا بص، ده اللي انت بتتفق عليه ده حاجه شبه الديفلوبر كده. يعني ممكن يجيب مقاول من تحتيه ينفذ. بالظبط، هو ده اللي كان هيعمله. لا انا بتكلم دلوقتي على المقاول، يعني تمويل المقاول مش تمويل الديفلوبر. يعني احنا دلوقتي لو هنتكلم على سوديك اعمار هايد بارك، ما هو الناس دي شاريه اراضي وبيجيب مقاولين، ما هم ما بيبنوش من جيبهم برضه، دي قصة تانية. ده موضوع تاني. أنا هنتكلم على تمويل شركات المقاولات. اللي انا اشتغل انا بالسيوله دي اخد من البنك اللي هي النسبه اللي انا باخدها ان البنك بيمول. شركه مقاوله واخد تمويل على عقد انت بتنفذه يعني. بالظبط. طب ده برضه ليها حد اقصى؟ نعم، نسبه وليها حد اقصى نسبه، ولا هي على حسب الموقف؟ تفرق من شركه لشركه، من قوه شركه لقوه شركه. تمام، اوكي، شكرا. في شركات البنوك ما بتردش عليها في التليفونات، وفي شركات البنوك بتجري وراها علشان تسلفها. ماشي الحال. ترجع لموقف المالي. تمام، بالظبط، مركز المالي. خلاص، اوكي، ماشي، شكرا. شكرا. طيب، زي ما اتكلمنا احنا هنبص على التيبل اوف كونتنتس بتاع، لان التيبل اوف كونتنتس بتاع الفيديك بيدعو للتامل. يعني لازم هيساعدنا نتحرك ازاي جوه العقد بتاع الفيديك وجوه العقود عموما، يعني لان العقود عموما ترتيب الكتابه فيها ما بيخرجش قوي عن اللي احنا هنشوفه ده. فبيقول لحضراتكم جنرال بروفيجنز، الشروط العامه او بنود عامه، definitions and interpretations، تعريفات، مفاهيم، communications، اتصالات، اللغة، القانون، priority of documents اللي هو أولوية مستندات العقد. هي إيه مستندات العقد وإيه الأولويات بتاع إيه الأولوية بتاعتها؟ الcontract agreement، اتفاقية العقد، الassignment لو حضرتك عايز تبيع مشروع، delayed drawings or instruction. بند مهم ده انا يعني في الكليمز باكل بيه عيش جامد قوي، والاستشاريين بيقعوا فيه الاخطاء خطا بتاعه دايما بشكل مستمر. جوينت اند سيفرال لايبيليتي، ده لو احنا ناس يعني داخلين جوينت فينشر او كونسورتيوم التزاماتنا هتبقى شكلها عامل ازاي. وبعدين زي ما انتم شايفين هتلاقوا اتكلم على الامبلوير كلمتين صغيرين كده، يعني ده المالك، ده باشا اللي دافع كل حاجه. وبعدين عندنا الانجينير، ده راجل المفروض ان هو مكمل تعليمه واكتر واحد فاهم، فيعني برضو هيبقى قاعد باشا. وبعدين نيجي نبص على المقاول هنلاقي ان هو المفروض هيعمل كل ده بقى، فهو اهم واحد في العقد ده المقاول، يعني اللي بينجح المشروع اللي بيفشله المقاول الفيديك يعني. وبعدين بعد ما خلص المالك والاستشاري والمقاول دخل على السب كونتراكتورز، واتكلم تحديدا عن نومينيتد سب كونتراكتورز اللي هو مقاول الباطن المسمون، لما المالك يقول للمقاول خد اشتغل مع ده، والاستاف الليبر زي ما اتكلمنا، وهم هنا مهتمين قوي بحقوق العماله والسيفتي والوركينج اورز والحاجات دي، والهيلث اند سيفتي. البند بتاع هيلث اند سيفتي لما هنيجي نقراه هنلاقي ان تكاليفه عاليه في الفيديك، يعني انت لو هتمضي على عقد فيديك خد بالك علشان هتلاقي نفسك بتدفع فلوس كتير في موضوع الهيلث اند سيفتي. وبعدين هنخش في البلانت والماتيريالز والوركمانشيب، وبيتكلموا على الانسبكشن والتستنج والريجكشن والريميديال وورك، يعني الشغل هنختبره ازاي، هنطلب الفحص بتاعه ازاي، طب اترفض هنعمل ايه. وبعدين هنخش على الكومنسمنت ديلايز والسسبنشن، وهيتكلموا بقى بالاستفاضه على البروجرام اللي احنا مجازا بنسميه سكيديول، بس هو في الفيديك بيسموه بروجرام. سكيديولز في الفيديك يعني جداول، منها البي او كيو مثلا، وفي الاختبارات عند الانتهاء من الاعمال، الامبلويرز تيكينج اوفر زي ما اتكلمنا، الاستحواذ بتاع المالك على الاعمال، الديفيكست لايبيليتي المسؤوليه عن العيوب، وبعدين الميجرمنت اند ايفالويشن. وهو كاتب ميجرمنت لان العقد ده في اصله
ريميجرد، فلازم هنقيس الفاريشنز. الفاريشنز اللي هي التعديلات زي ما احنا عارفين الفي اوز والحاجات دي، والادجستمنت اللي هو الضبط بتاع الاسعار. وفي فرق بين الاثنين ليه؟ لان الضبط ده زي معادله تعديل الاسعار، زي فروق الاسعار اللي احنا بنتفق عليها، اللي هي مالهاش علاقه بالتعديلات اللي بيعملها المالك، لكنها بتغير سعر العقد. كونتراكت برايس اند بايمنت، وده بنتكلم فيه على المستخلصات وشكل المستخلص عامل ازاي ومده صرف المستخلص عامله ازاي، ولو اتاخر المستخلص هنعمل ايه. اللي بيتكلم على الجاري والختامي وهنشوفهم. Termination by the employer، انهاء الاعمال بواسطه المالك، المالك هو اللي انهى العمل. Suspension and termination by the contractor، وده باور جامد جدا للمقاول جوه العقد، ان هو لو المالك اخل ببعض الالتزامات اللي هنتكلم عليها يقدر ان هو ينهي العقد او يوقف العمل. Risk and responsibility، هي ايه انواع المخاطر اللي نقابلها في العقد ومين مسؤول عن ايه. الانشورنس بوليس التامين، وبوليس التامين موضوع في العادي الناس ما بتاخدوش بشكل جد، يعني ما بتهتمش بيه، مع ان شركه مثلا زي اوراسكوم او شركه زي حسن علام كل واحده فيهم فتحت شركه تامين بس علشان يعني لو حد يسمع حسن علام كان عندهم فندق الناسا اللي في العاصمه، كانوا هما بيبنوه حصل فيه حريقه. حسن علام عشان كانوا واخدين بالهم من بوليس التامين خدوا 70 مليون من شركات التامين، وكسبانين في الموضوع ده حوالي 20 مليون. فبوليس التامين لا قدر الله لو حصل حريقه، حصل سرقه، حصل حاجه، بتعوض المقاول بفلوس كويسه. الفورس ماجور اللي هي القوه القاهره، ايه انواعها ونتعامل معاها ازاي وحسابها ايه. الكليمز والديسبيوت والاربيتريشن، الكليمز بتاعت المقاول، لان في الفيدك المالك بيعمل كليمز برضه، وبعدين الديسبيوتس النزاعات، والاربيتريشن التحكيم. خلاص بقى الدنيا باظت مننا وهنروح ايه التحكيم، هنعمل بقى ايه في التحكيم والبروسيجرز بتاعته ايه. دي المسائل اللي احنا هنتعرض لها مينلي في الفيدك يعني. طيب من المره اللي جايه ان شاء الله احنا هنبتدي نخش نقرا بقى في الايه، في الكلوزز بتاعت الفيدك، وهنحاول مع بعض ان احنا الشكل الممل الريزل ده اللي هو بتاع العقود ده يبقى بالنسبه لنا بسيط ولطيف وسهل قرايته وعارفين اوله من اخره ونعرف نتحرك فيه كويس، ويبقى عندنا القدره ان احنا نستخدم المصطلحات اللي جوه دي سواء العقد فيدك او لا. وبرده نحاول نقرا بين السطور ونشوف زي ما بيقولوا اللوب هول بتاعت العقد، اللي هي يعني ايه اللعب بين السطور فين في العقد هنا هنعدي الكلام ده. فمن المره اللي جايه يا ريت كلنا نبقى معانا الفيدك، ويا ريت يكون مطبوع، لان وانا بتكلم حضراتكم من تجربتي يعني هتحبوا ان تاخدوا شويه كومنتس على الهامش بتاعه الفيدك كده، عشان لما حضرتك تحب ترجع له او حضرتك تحب ترجعي له تلاقي الكومنتس دي، فشيء جميل ان يطبع ونقرا منه. وتستحملوني شويه لان الكلام هيبقى ايه دمه تقيل في الاول لحد ما ودنا تاخد على الـ على الـ على المصطلحات التعاقديه اللي دمها تقيل. حد عنده سؤال في الكلام اللي اتكلمناه النهارده؟ حد في حاجه محتاجني اوضحها في الكلام اللي اتكلمناه؟ مثلا كان عندي سؤال بس هو خارج عن المحاضره. بس نفس دلوقتي حضرتك يعني انا كنت قرات شويه في الكتاب عن النزاعات وكده، فأنا أعرف إن في عندي عقد وفي عندي قانون مدني وفي عندي قانون إداري، فأنا بمانج أنا يعني لو في عندي مشكلة بتبقى إيه اللي له أولوية أو إمتى بروح لحاجة على حساب حاجة، يعني الوضع ده أنا بمانج. هقول لحضرتك هو لما بيكون جهتين قطاع خاص، العقد اللي ما بينهم بيحكمه القانون المدني، ماشي؟ لما بيكون العقد بين جهات واحده منهم اداريه حكومه يعني بيكون عقد ايه؟ اداري. العقد الاداري ما بيبقاش مكتوب عليه عقد اداري، يعني هو ما بيبقاش مكتوب من عليه فوق كده عقد اداري، احنا بنعرفه لما بيكون طرف منه ايه؟ حكومه. حلو؟ وبعدين القانون الاداري ما فيش كتاب كده اسمه القانون الاداري، هي دي مجموعه قوانين كده بارقام معينه، زي مثلا
قانون 182 لسنة 2018، قانون تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحة التنفيذية وتعديلاتها، اللي هو كان قبل اسمه قانون 89 لو حد سمع عنه. ما شابه يعني، بس ده أكتر قانون شيوعا واستخداما. العقد المفروض ما يكونش متعارض مع القانون، لكن لا قدر الله العقد تعارض مع القانون، القانون بيجب. طب العقد ما فيهوش حاجة متوضحة في القانون، بنمشي على القانون. القانون أي قانون في الدنيا بيبقى فيه مواد حاكمة أو آمرة ومواد مفسرة. العقد ما ينفعش يتعارض مع المواد الحاكمة أو الآمرة، إنما ممكن يختلف عن المواد الإيه؟ المفسرة. والعقد شريعة المتعاقدين، يعني إحنا اللي بيحكم ما بيننا العقد، طالما هو مش مخالف القانون في إيه؟ في حاجة. هل أنا جاوبت على سؤالك؟ تمام يا باشمهندس، شكراً. تمام. حد عنده أي حاجة تانية يحب إني أوضحها؟ تمام. معادنا إن شاء الله يوم الاثنين اللي جاي؟ بإذن الله. تمام. لو حد عنده أي استفسار في أي حاجة أي وقت ممكن يكلمني أو يبعت لي على الواتساب على الجروب. تمام؟ بس المهم المرة اللي جاية إن إحنا نبقى طابعين الفيز الفيديك، وأول اللي يعرف ياخد نوتس على على السكرين. شكرا جزيلا، أشوفكم المرة الجاية إن شاء الله. السلام عليكم. مع السلامة. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله.